اوكي. كان فاضل لنا حاجة بسيطة من الشابتر 11، فخلصنا الأول قبل ما نفتح الكريكلوم عندنا ونشوف الكام سلايد دول، وبعدين هنحل مع بعض الامتحان اللي اسمه البراكتس فاينل. هي سلايدات مراجعة ما فيهاش يعني حاجة جديدة أعتقد. كان في سلايد بتراجع على الشو كوماندز اللي خدناها كلها وبصينا عليها بسرعه. هنا في السلايد دي بنراجع على الهوست كوماندز اللي هي الكوماندز بتاعت الكمبيوتر. من الاول طبعا صديقنا اول واحد خدناه كان اي بي كونفج، تمام، اللي هو بيستخدمه على الكمبيوتر كتير جدا عشان بيطلع لنا باختصار الاي بي ادرس والسبنت ماسك والديفولت جيت واي. وبعدين اتعلمنا واحد تاني اللي هو اي بي كونفج سلاش او، وده بيزود معلومات كتيره جدا على النتورك الراوتر بتاعنا. طبعا في نفس الاي بي ادرس والسبنت ماسك والديفولت جيت واي، لكن في كمان الفيزيكال ادرس او الماك ادرس، بيقول لك اذا كان دي اتش سي بي شغال ولا لا، بيقول لك الدي اتش سي بي سيرفر، بيقول لك الدي ان اس سيرفر او اكتر من سيرفر، وبيقول لك حاجه اسمها فتره الايجار. هنا احنا لسه ما درسناش قوي في الدي اتش سي بي، بس في الحقيقه الدي اتش سي بي زي ما قلنا لما بيديك اي بي ادرس ده مش بتاعك للابد، لا، فده بتاخده حاجه اسمها ايجار زي ما بتاجر شقه او حاجه زي كده، تمام؟ واخيرا ده لسه قريب جدا واخدين اي بي كونفج سلاش اي ديسبلاي دي ان اس. لما شرحنا في شابتر 10 دي ان اس قلنا ان ده بيطلع لنا محتويات الدي ان اس كاش، وهي اللي انت لسه مترجمه، اي موقع دخلت عليه بيظهر لك بهذا الشكل. فدول بعض الثلاث اوامر كلهم لهم علاقه بي اي بي كونفج. الامر الثاني اللي عايز سيسكو يتراجع عليه هو الارك كوماند، واحنا خدناه وامر مهم جدا ارك داش اي. في الحقيقه بيطلع لنا لسته بالاي بي ادريسز والمايك ادريسز اللي انا اعرفهم عن طريق طبعا الكريستنال بروتوكول، هو الادريس انسبشن بروتوكول، ده بنسميه جدول، ده الارك كاش او الارك اي تيبل اللي موجود عندنا. نقدر نمسح منه انتريز زي ما شفنا برضه بارك داش دي بدل داش اي، تمام. ممكن اضيف له انتريز لو انا عايز ستاتيكلي، لكن الطبيعي ان انا بسيبه كده زي ما هو وهو بيشتغل لوحده بدون مشاكل. ودول كانوا الاثنين سلايد اللي انا ايه عديتهم المره اللي فاتت، اوامر خاصه ب زي ما تشوفوا الهوست. وطبعا شفنا المره اللي فاتت اللي هو سيسكو ديسكفري بروتوكول وايه فائدته، ملوش اي كونفجريشن اكتر من احنا بنستخدمه كحاجه من الديسكفري نتورك فعلا، باستخدام الكوماند شو سي دي بي نيبرز وشو سي دي بي نيبرز ديتيل. الامر الاعتقد الاخير اللي هو جايبه هو شو اي بي انترفيس بريف، ولو عملنا زوم هنا يعني عشان تفتكروا ده كمان مهم جدا ان هو بيطلع لك جدول بالانترفيسز، الاي بي ادرس ساعتها لو واخد الاي بي ادرس، وبعدين اهم حاجه الاثنين في الاخر دول اذا كانت اب اب ده معناها لو اللي هي لاير 1 از اب لاير 2 از اب، داون داون يبقى لاير 1 اند لاير 2 از از داون. فده مهم جدا بالنسبه للتربشو بتاعنا، ممكن تستخدمه على الراوتر زي ما جاي كده او على السويتش نفس النتيجه. بس طبعا في السويتش مفيش حد بياخد اي بي ادرس غير الانترفيس بتاع المانجمنت اللي هي اسمها في لان اي 1. اوكي فدي كده السلايد بتاعت شو اي بي انترفيس بريف. في اي مشاكل في الثلاث سلايدز دول؟ طيب لو الدنيا واضحه تعالى نشوف كده هل هنقدر نجر امر الشو دوت للمكان الصح ونشوف هنا مع بعض. بيقول لك you suspect there is a problem with the current switch configuration, you want to see the saved configuration. عايز اشوف الكونفجريشن معموله سيف، يبقى انهي امر شو دول؟ configuration اللي هي سيف، يبقى ايه؟ ستارت اب configuration او شو ستارت اب configuration. You are on a call with Cisco technical assistant personnel, you ask for they ask you for the switch iOS name, RAM, NVRAM and flash available. اوكي عايز تعرف الاي او اس اسمه، عايز تعرف الرام، عايز تعرف الان جرام، شو ده شو فيرجن. لو فاكرين شو فيرجن بيطلع كل معلومات الهاردوير والسوفت وير. You are running the EIGRP routing protocol and you need to know the updates interval and what active interfaces and networks are being advertised. لا في الحقيقه ما خدناش الكوماند ده، مش عارف هو حاطه هنا ايه، احنا لسه ما خدناهوش. ده اسمه شو اي بي بروتوكولز. اوكي شو اي بي بروتوكولز بيتكلم على قصدهم الراوتنج بروتوكولز، احنا ما خدناهوش مش هيسألك عليه. ايه طبعا كده في النص. You cannot get to the internet. اوكي مش عارف اوصل للانترنت، يا ده هقول هتعمل ايه؟ You need to find out if your router had a path to the internet and which protocols are being used to provide the path. هو ده بقى اللي انت بتقول عليه. Show IPA router. عايز اشوف الراوتنج تيبل هو اللي هيوريني انا ليه مفيش انترنت. Your network documentation really needs to be updated. التوصيف بتاعك بتاع الشبكه اللي هو في وصف الشبكه والجداول بتاعت الشبكه. A quick listing of the IP address of your router reservation for MAC address would help to find the IP address of MAC address بتاع كل حاجه، ده هيبقى ايه؟ شو ارك.
A switch is a close intermediate device to you. It has 24 ports. You want to see simple list of the ports and the VLAN IP address. I guess that the button will not allow me to show IP interface brief. Okay, I go down to the side. Amen. Decanet EPL activity. Okay. And the lab. Okay, the last one is E shutter and all traffic. Amen. هو مكان حته بسيطه او جزء فاضل قبل ما نبتدي في الامتحان بقى بتاع البراكتس اي فاينل. اي مشاكل؟ اي اسئله؟ الامتحان ده مراجعه يعني احنا هنحله مع بعض عادي يعني مش ايه مش قصه بس لو عندك اي سؤال برضه في المحاضره او المحاضرتين اللي فاتوا او لو انت بتذاكر حتى لو عندك اي سؤال من المحاضرات القديمه اسال. ويندوز لايت بلس فور بلاي ويندوز لايت المفروض هو بيحصل مع الويندو سايز سايز لما الديستنيشن يحدد يلاقي نفسه ان هو الابيلتي ان هو يعمل كومبير للداتا اللي جايه مش قادر فيعمل ويندو سايز بس مش بس هو يعني انا يا اما مش قادر ابروسس يا اما انا مش يعني ايه في مشكله زي اللي انا حكيتها لكم اللي هي مثلا الباندوث بتاعك هو يعني انت مش قادر مش بروسس يعني اما البروسيسنج بتاعك مش قادر وده ممكن يحصل لو بتجيب لي داتا والكمبيوتر بتاعك قديم او الداتا حتى دي كبيره زي مثلا لو بتكلم عن مثال بتاع يوتيوب لو بتجيب بتتفرج على فيديو في فيديو على يوتيوب دلوقتي حاجه اسمها 4K ال 4K دوت فيري هاي ريزولوشن يمكن سمعنا احنا ال اتش دي سمعنا الموضوع التلفزيون بيقول لك بتاع اتش دي مش عارف ايه كل حاجه هاي ديفينيشن صار ايه ده هاي ديفينيشن ال اتش دي دوت الريزولوشن بتاعه موجود على يوتيوب من زمان طبعا 1720 في 1080 نزلوا الريزولوشن الضعف بتاعه في 4K فانت عشان شغال على اي كمبيوتر اصلا عادي عمليه متعبه جدا فاذا ممكن تكون البروسيسنج بتاعي هو اللي ايه بطالي بس غالبا السبب يبقى الباندوث زي ما قلنا الماسوره بتاعتي مثلا نص ميجا او ميجا فالدنيا بتقطع معايا فبيحصل الويندو سلايدنج اللي احنا بنتكلم عنه تمام التفصيل بتاعه على فكره فيري كومبليكيتد وبتختلف من ويب سايت لويب سايت زي ما قلت لكم فيعني ما تخشش جامد قوي بس هو بالنسبه للويندو سايز مين اللي بيحدد الديستنيشن ولا السورس؟ لا انت فاهم غلط في اثنين ويندو سايز بص انا ببعت لك ككلاينت انا كلاينت وانت سيرفر صح؟ انا بحدد الويندو سايز بتاعي وانت بتحدد الويندو سايز بتاعك كل واحد بيحدد الويندو سايز بتاعه مفيش ويندو سايز ما واحد ما بين الاثنين بس طبعا يعني لما بفكر فيها الويندو سايز بتاعي انا ده اللي هو انا ببعت لك بيه يعني فاهم انا بقول لك مثلا 10000 يبقى انا هبعت لك 10000 واستنى اكنولوجي الويندو سايز بتاعك انت بتقول لي 20000 يبقى انت هتبعت لي 20000 وتستنى اكنولوجي اوكي فالكلاينت غالبا الويندو سايز بتاعه ملوش لازمه لان انت كلاينت ما بتبعتش داتا كتير بيبقى مهم الكبير بالنسبه لنا هو ايه بتاع السيرفر اوكي بس طبعا في عمليه نيجوشيشن او تفاوض بتتم ما بين الاثنين اه ما هو بيقول لك المفروض في الثري هاند شيك التفاوض هو اللي بيحدد الويندو سايز بتاعه في اثنين ويندو سايز اوكي ما انا عارف لا بس هو بيقول لك الموضوع اعمق بكتير من كده يعني هو في قصه وفي تفاوض في الاول وحاجه اسمها الام اس اس وبنتفاوض عليها وحاجه اسمها الويندو سايز زي ما بقول لك حسب السوفت وير وحسب حاجات كتيره جدا فقصه كبيره يعني ده بالنسبه للويندو سايز الجزء الثاني من ناحيه السورس بقى النتورك كونجستد دلوقتي امتى السيرفر بيعمل ان هو يعمل ريديوس للبارتس اللي هو بيبعتها؟ لما بيلاقي ان انت ما بعتلوش اكنولجمنت، يعني السيرفر بعت لك 20000 او 30000 بايت، تمام؟ وانت بعت له اكنولجمنت في الوقت اللي عدى، ما هو بيبعت لك 30000 واستنى، مش للابد، استنى قد ايه؟ ثانيه مثلا. بعت لك 30000 واستنى ثانيه. اليك انت رديت عليها بتقول لي 15000 وصل. 15000 وصل. معناه ان 30000 ما وصلولكش، حلو الكلام؟ وفي الحاله ديت انا اقلل الويندو سايز. بس برضه الكلام ده كله يعتمد على الويب سايت وعلى السيرفر اللي شغال وعلى السوفت وير وعلى حاجات تانيه كتير اعقد من كده بكتير يعني المهتم قوي بالحاجات دي ان هو مهتم بالانترنت اركتكشر من ناحيه السوفت وير ازاي بيشتغل واحنا ده يعني ما يهمناش قوي في الحقيقه يعني في العالم بتاع السوفت وير عايز تقرا فيه طبعا دوس طيب هو في اسئله كده خلاص نبتدي الامتحان؟ اوكي طبعا اسم الكلاس بتاعنا بنخش على الكلاس بتاخد تخش كانك واخد اساينمنت بتاع اي شابتر بس طبعا هيبقى هنا في اساينمنت باسم مختلف مش مجرد شابتر بقى فنخش على اساينمنت اوكي
لو ظهر لك مش مقدرين كده وتلقى في كده بتبص على التايم الدنيا ايه بتتعتب معانا الشاطر اكزامز بيوصل بقى خلاص لو اتفرجت انت خلاص شاطر اكزامز يبقى الحته الاخرانيه ديت هي دي الجزء المهم هنتكلم عليها بسرعه البي تي براكتس سكيلز اكزام ده باكيت تريسر امتحان باكيت تريسر يعني انت قبل كده اديتك باكيت تريسر هو قعدت اشتغلت باكيت تريسر في اللاب هنا تمام ده كان باكيت تريسر اوف لاين يعني اوف لاين يعني بدل نوتو وشغلته وما خلص بقى وخش كل شويه اشوف الدرجه بتاعتي انا جبت كام وبعدين تديهولي عن طريق ايميل ولا فلاش صح؟ لا الباكيت تريسر ده بيبقى اونلاين لو دوست عليه انا دلوقتي وقلت له خد الامتحان هيفتح لك زي كانه امتحان شابتر عادي بس عشان يشتغل محتاج تكون حضرتك منزل جافا اخر فيرجن وينصح ان هو يشتغل من فايرفوكس مش من كروم لان كروم ما بقاش فيه سبورت الجافا اوكي بنفس الطريقه بتاعت زمان فايا كان هتشغله من كروم ممكن يشتغل بس الافضل فايرفوكس هتدوس عليه وهتفتحه بدل ما يطلع لك الشاشه العاديه بتاعتنا اللي هي واضحه فيها اسئله لا الشاشه دي هتطلع برده بس هتلاقي تقعد تحمل حاجات كده ابلكيشن جافا ويقعد يسالك انت متاكد تقول له يس دو يو ونت تو ران ذيس ابلكيشن تقول له ران تمام وبعدين ايه الابلكيشن اللي هيشتغل هي الابلكيشن الجافا اللي هيشتغل دوت مجرد حاجه برنامج بيدير الباكت تريسر انت فجاه هتلاقي الباكت تريسر عندك اشتغل مش انت هتروح تشغله من ستارت مين هتلاقيه فجاه اشتغل وبنفس التو ويندوز بتوعنا فاكرين التو ويندوز بتوعنا اللي الويندو اللي هي فيها الرسمه والويندو الثانيه اللي هي فيها شرح الاكتيفيتي اللي مطلوب من حضرتك الفرق هنا ان مفيش درجات ومفيش حته تدوس عليها تقول له تشيك ريزلتس عشان تعرف انت عملت ايه صح وعملت ايه غلط تمام امال ايه ده امتحان وبرده الفرق الثاني اللي له وقت زي امتحان زي اي حاجه الوقت مثلا ده وقته ساعتين فيقول لك مثلا اوكي اعمل لي بيزك كونفجريشن السويتش انا عايز اعمل انيبل سيكريت باسورد كذا نفس اللي انت عملته مش حاجه جديده الراوتر انا عايز يبقى الانترفيس الاي باد بتاعها كذا انا ممكن هتلاقيه مزود لك الايه اللي خدناه اخر حاجه اللي هو الاس اس اتش تمام بتسال داوود بيسال عليه اوكي هتطلبه هيعمل هتعمل الكونفجريشن دوت كله في المده ديت وبعد ما تخلص مش تقفل البرنامج ولا تعمل سيف ولا تروح فين ترجع للشاشه بتاعت اللي هي شاشه الامتحان وهتلاقي زرار اسمه سبمت لما تدوس عليه نفس اللي فتح الباكيت تريسر هو جاي قافل الباكيت تريسر ده بس بعد ما يحمله ايه اونلاين بيطلع لك درجه على طول ساعتها يعني ساعتها تقوم يطلع لك درجه زي ايه الامتحان العادي بتاعك اوكي فده ريكوايرد ما ينفعش تاني ما ينفعش تاني في الكلاس الا لما تخلصه بس ده بتحله في البيت براحتك خالص ما فيش مشكله تقدر تخشه 40 بره يعني تخشه في درجه وحشه تخش تحله تاني ما فيش مشاكل زي الامتحانات التانيه فيعني ما هوش مش بيج ديل او موضوع كبير يعني مش صعب غير كده كده احنا ما خدناش اصلا كونفجريشن هو هيقول لك ايه بيزك كونفجريشن بتاع سويتش بيزك كونفجريشن بتاع راوتر واخر حاجه يمكن خدناها اللي هي بتاعت الاس اس اتش مفيش حاجه تاني هيقول لك ايه ما خدناش اصلا حاجه تمام الهاندز اون سكيلز اكزام ده الدرجه انا بديها لحضرتك انا اللي بديها لك بناء على يعني زي شغلك في الكلاس هنا او شغلك اللي العملي بس طبعا هنحدد سيشن عملي بعد ما تخلص الموديول 1 على طول البراكتس فاينل اكزام ده اللي هنحله دلوقتي ده اللي برضه المفروض حضرتك تحله في البيت ده استعدادا للي تحتيه اللي هو مين الفاينل اكزام اذا ده هو المهم وده اللي بننجح فيه وده هتيجي تحله هنا في الامتحان المره الجايه لكن ده اللي هنحله مع بعض دلوقتي برضه تقدر تحله كذا مره تقدر تشوف الاجابات اللي هتسالها الصح والغلط واخيرا في السيريال كومبليشن هتلاقي في حاجه اسمها الكورس فيدباك الكورس فيدباك ده عباره عن راي حضرتك في الكورس زي سيرفي تمام بيطلب من حضرتك شويه اسئله كده بيسالك رايك في الكورس رايك في المكان في الانستراكتور في المنهج في سيسكو في حاجات كتيره جدا بيطلب راي حضرتك فيها سلام عليكم وده لازم تعمله قبل ما تخش الفاينل اكزام يعني هو مش هيخليك تخش الفاينل اكزام المره الجايه الا لما تكون عملت الايه؟ الكورس فيدباك او اللي هو رايك في الكورس تاخد بالك خمس دقائق بتجاوب على بعض الاسئله بمفرده شديده فممكن تحله من البيت لو مش عايز تعطل وقتك هنا بدل ما تقعد تحله هنا الاول بس كده كده لازم تحله قبل ما تخش الفاينل المره الجايه اوكي اجباري طيب يبقى النهارده اللي هنعمله هو البراكتس فاينل المره الجايه حضرتك هتحل الفاينل اكزام ممكن في البيت تحل الكورس فيدباك دوت لو عايز او ده مش حاجه تحلها يعني تجاوب على الاسئله اللي بيطرحها عليك لكن احنا دلوقتي لا احنا عايزين البراكتس فاينل براكتس فاينل اكزام تيك اسسمنت عادي جدا تفتح هنا ويندو ثانيه وبيقول لنا وقت الامتحان ساعتين كونتينيو لو بيجان بيقول لك there will be 50 items يعني في 50 سؤال في اسئله الامتحان اوكي تقريبا
نفس العدد يبقى حوالي 50 52 او حاجه زي كده. نزوم ان بالاول كده عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لكم. What is the value of the most compressed format possible of the Army version 6 address كذا 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 كذا. اوكي سؤال هايل جدا تمام الدنيا فاضيه. اوكي بيقول لك لو انا ضغطت الـ Army version 6 address دوت ايه الضغطه الصح دول؟ اكتر حاجه تضغط ايه؟ لو اخترنا تاني واحدة زي ما محمود بيقول هنلاحظ ان في دبل كولون هنا وفي دبل كولون هنا وده ممنوع تمام؟ اذا دي غلط. اول واحدة 2001 جي بي 8 ال 4940 اي بي 00 اوكي وخدنا الاصفار دي كلها عملناها دبل كولون وواحد اثنين ثلاثة أربعة صح؟ تمام؟ دي غلط ليه؟ لأن طبعا صفر ده صفر ليه؟ ازاي دي صفر هما ثلاث خلايا فوق يبقوا ثلاث اصفار؟ دي غلط ليه؟ طيب دي زيها زي فوق. اي بي اي بي 00 بالظبط اي بي 00 هنا اي بي ما ينفعش اشيل الاصفار اللي على اليمين مش الاصفار بس اللي على ايه؟ على الشمال. اوكي؟ سؤال بسيط بيبتدي الامتحان بيه كويس جدا بس ايه؟ ما يضحك عليك في الامتحان سهل. When a network administrator is trying to manage network traffic on a growing network, when should traffic flow patterns be aligned? Whoa, 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 ايه الكلام الغريب ده؟ بيقول لحضرتك لما انت بتحاول تحلل او تدير الترافيك بتاع الشبكه بتاعت حضرتك واللي هي الترافيك دي اللي هي زي الهجوم يعني اللي هو الداتا بتاعتها وهي ماشيه امتى المفروض الفلو باترنز امتى نحلل الترافيك؟ يعني ايه فلو باترنز يعني الداتا اللي ماشيه وجايه تمام رايحه في الشبكه عايز امسكها واحللها تشوف الداتا دي ماشيه طبعا انتوا قاعدين هاني دي طيب فانا ما لسه شابتر 11 بس اهو شابتر 11 احنا لسه كنا فيه اوكي هنرجع كده شابتر 11 كان في حته في الاول هنا هون تلاقيها في الديزاين اي ثينك فويس فيديو ابلكيشن ابلكيشن ترافيك مانجمنت اوكي لما قلنا اول حاجه انا ايه ترافيك عندي اللي هي الداتا تمام فالترافيك مانجمنت يقول لك اوكي انا لازم اعرف ايه انواع الداتا المختلفه اللي موجوده عندي من الناحيه ديت ان انا اعرفهم عشان اديهم برايورتي مختلفه تمام ودي هنتكلم عليها تاني لما نشرح ايه الكواليتي اوف سيرفيس بس مش هو السكشن ده هو كان بيتكلم على الاداء فاي ثينك ده هنلاقيه في البرفورمانس عملنا فاكين البنج دوت وطلع الفرق ما بين البنج دوت والبنج دوت ان هنا حصل في 1 مللي ثانيه وهنا حصل فين؟ في 6 مللي ثانيه ده عشان خاطر اقيس الاداء بتاع الشبكه واعمل حاجه اسمها نتورك بيز لاين تمام؟ فاذا انا بقول لك انا المفروض يكون عندي السوفت وير مخصوص يعمل هذا الكلام بس ممكن استخدم الايه؟ البنج. يبقى اللي احنا بنتكلم عليه هنا طب رجعنا بقى للسؤال تاني بعد ما بصينا على الجزء دوت لو انا بقول لك بقى عايز احلل الداتا اللي ماشيه عندي ديت الداتا اللي ماشيه ديت بحللها هل احللها during times of peak utilization يعني اثناء الاوقات بتاع اعلى استخدام peak utilization ده انا اعلى استخدام يعني الدنيا زحمه جدا مين الموظفين كلهم قاعدين والشبكه زحمه جدا ولا اثناء ما الموظفين يكونوا مش موجودين في اجازه ولا اثناء الوقت اللي مش زحمه ولا اثناء وقت عشوائي؟ الوقت الزحمه الزحمه صح المنطق بيقول ايه؟ الزحمه اوكي هنشوف انا بحل زي هنشوف الاجابه بتاعتنا صح ولا غلط في الاخر طيب A technician with a PC is using multiple applications while connected to the internet. How is the PC able to keep track of the data flow between multiple application sessions and have each application receive the correct packet flow? لما تيجي تقرا السؤال ده وتقعد تقرا بالانجليزي طبعا مش فاهم اي حاجه بالانجليزي تقدر تستخدم الامتحان جوجل ترانسليت ما تقلقش يعني تاخد الكلام ده كده كله كوبي بيست وتحطه في جوجل طبعا جوجل هيترجمها احلى ترجمه لكن راس السؤال الكبير اللي هو بيعمل ده سؤال هايف جدا اوكي بس هو الكلام بالانجليزي هو اللي يبقى العقد بالنسبه لك يعني المشكله هنا في اللغه الانجليزيه مش في سؤال نفسه، لكن انا بقول لك بالعربي دلوقتي هتجاوب عليك بسهوله، نقول عليك بصوره شديده، انت هتشغل كذا برنامج على الانترنت، زي ما انا كده بشغل مثلا كروم وبشغل كذا واحد كروم وفايرفوكس وكذا حاجه، وفي كذا ابلكيشن سيشن مفتوح في نفس الوقت، ازاي الداتا دي ما بتخشش في بعض؟ ازاي ان كل واحد فيهم الفلو او الداتا بتاعت اللي ما كنت بنشرح الكلام ده الفلو بتاع دوت بيجي دوت عمرك مثلا ما تلاقي برنامج اللي تشات ظهر فيه الصوره اللي انت بتتفرج عليها في ويب سايت معين، هو ده السؤال. فلو قرينا بعد كده الاجابه واحنا فاهمين السؤال يقول لك
The data flow is being tracked based on the source port number utilized by each application. يعني بنراقب الداتا دي وبنفرق ما بينهم بناء على source port number ولا بناء على destination port number ولا بناء على destination IP address بتاع ال PC ولا بناء على source IP address بتاع ال PC. هو أول حاجة أكيد ال IP address مش هيفيدني أوي، صح؟ لأن احنا السيشنز بتاعتنا أنا هكون ال source IP address بتاعها، وزي ما قلنا ممكن أفتح كذا سيشن زي ما أنا فاكر دلوقتي في الحقيقة مع موقع واحد، فال IP address مش إذا هي واحد من اثنين، source port هي إيه؟ destination port. طيب تعتقد واحد مين؟ destination يا راجل. طب يعني انا دلوقتي فاتح اربع صفحات ويب الديستنيشن بورت بتاعتهم كام؟ الاربعه الاربعه الديستنيشن بورت بتاعتهم 80. هو بيقول لك ازاي بفرق بين الداتا دي وما بتتوهش؟ فكر فيها. الديستنيشن بورت انا الجهاز اهو الديستنيشن بورت اللي انا رايح لها، فانت رايح تكلم ويب سايت هتكلمه على الموقع اللي قلنا عليها اشهر واحده المفروض تحفظها 80 اللي هي بتاعت ال HTTP، حتى لو مش حافظها عارف ان في بورت رقم 77 يعني مش مشكله مش حافظه، بس كلهم هيبقوا نفس الرقم ولا لا؟ اذا الديستنيشن بورت مش هتنفعني. مين اللي بيفرق؟ السورس بورت. لان انا اللي بختار رقم السورس بورت ديت وبختار رقم عشوائي، ولو نسيت اهو لما شغلنا الاستاذ نت ستات اللي هو بيطلع لنا لسه الكونكشنز اللي انا عاملها دلوقتي، هتلاقي دي كونكشنز اللي انا عاملها واللوكال ادرس هو لسه طبعا بيحملها اهو من اول هنا 8000 مثلا 267، لكن الديستنيشن هناك اتش تي تي بي اس مش هتفيدني في حاجه. لان انا فاتح كذا كونكشن اتش تي تي بي اس، لكن اه 8369 8300 بص اتش تي تي بي اس تاني اتش تي تي بي اس تاني، لكن السورس بورت هو اللي مختلف ولا لا؟ هو اللي مختلف. فكرتها العكس اللي هي مثلا من السيرفر لل لا هو بيكلمك بيقول لك انت تكنيشن يعني انت فني ومعاك كمبيوتر وبتعمل الكلام ده، فاكيد بيتكلم على جهازك انت. بيتكلم على ايه؟ الجهاز بتاعك انت، من وجهه نظر الجهاز بتاعك انت يبقى ايه السورس بورت بتاعك. طب what type of communication medium is used with a wireless LAN connection؟ لو احنا معانا وايرلس لاب هنسجع ايه الميديا بتاعنا اللي هو بنتكلم فيه؟ هل راديو ويفز ولا فايبر ولا يو تي في ولا مايكرو ويف؟ موجات موجات اللي ما بتتكلمش منها ويفز دي يعني موجات. اوكي طبعا فايبر لا ده كابت ويو تي في ده كابت والمايكرو ويف ده حاجه ثانيه خالص. مايكرو ويف ده وايرلس على فكره بس ده اللي هو بتاع الموبايل بس. اوكي هنا بيكلمك على ايه؟ وايرلس لاب اللي هي الواي فاي بتعمل عادي مش مايكرو ويف. Like which two services are required to enable a computer to receive dynamic IP address and access the internet using domain names؟ خلي بالك حاجتين. أول واحدة عايز أستقبل dynamic IP address ده اللي هو مين؟ من غير ما أبص على الإجابات. dynamic IP address DHCP. وبعدين عايز أخش على الإنترنت باستخدام domain names اللي هي الأسماء، مين اللي بيترجم لي الأسماء دي بالنسبة لي؟ DNS. إذا الحبايب الحلوين الـ DHCP والـ DNS. تمام؟ أوكي. Which two protocols function at the internet layer؟ انهي اثنين من دول بيشتغلوا في طبقه اللي هي الانترنت؟ اوكي وهنا السؤال ممكن يجي لك نفس السؤال ده في الفاينل هو بس بدل الانترنت لاير يكتب اسمها تاني اللي هي لها اسم تاني اسمها ايه تاني؟ نتورك تمام وليها اسم تالت هو مش اسم هو رقم يقول لك لاير نمبر 3 نفس السؤال فاهمين الفكره؟ اللي هي سيسكو بتحب تسال عليها اذا بتتقل بالاسم بتاعها بالرقم بتاعها بالاسم التاني بتاعها اللي هي كل واحده بتلاقي فيها الثلاثه دول. فاذا لو انا فاكر الانترنت لاير اه ده دي اللي هي دي اللي هي نتورك لاير اللي هي اللي هي نمبر 3 دي اللي فيها اشهر حاجه اللي هو الانترنت بروتوكول هو اي بي. طيب خلاص كده مين تاني بقى من الحاجات الغريبه دي بقى؟ اي سي ام اللي هو البنك صديقنا اللي هو ايه لو عايز تبص على الباقي موجود بيه دوت عدى علينا بسرعه ده ملوش لازمه اللي قلنا لكم بروتوكول قديم قوي الجد الكبير بتاع دي اتش دي يعني قبل دي اتش دي كان في حاجه اسمها ايه؟ بوت بي بس ما عادش بيشتغل بيه دلوقتي خلاص راح عليه الزمن واستبدلناه بالدي اتش بي عشان كده ما بنشحنوش. بوت ده بتاع الايميل لو حد فاكر اختصار البوست اوفيس بروتوكول كان في شهر 11. بي 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 ده احد انواع الويب قلنا لسه ما درسناهاش بس جت سيرتها في البوست كده كذا مره مش علينا. اوكي طيب البوست اوفيس ده في الابلكيشن صح؟ في الابلكيشن ايه؟ What is the usable number اخيرا سؤال في حسابات of host IP addresses on network has slash 76 معاك سلاش 26 طب يبقى معاك كام رقم ينفع تستخدمه؟ ركز جدا في كلمه ايه؟ تستخدمه. احسبها ازاي؟ لو انا سلاش 26 يبقى ايه؟ ال n بتساوي واضح احنا كلنا نعرفها 26 لو انا سلاش 26 يبقى ال n بتساوي 26 يبقى ال h بتساوي كام؟ 6 اطرح من 32 يبقى تطلع كام؟ 8 6 تمام؟ يبقى بقى ايه؟ 6 يبقى الاتش ب 6 طب هو بيقول لي عدد الاي بي ادريسز اللي تستخدم ده عباره عن 2 بس اتش ناقص 2 صح؟
صح كده؟ يبقى 2 اس 6 ناقص 2 اوكي؟ يبقى تطلع كام؟ 2 اس 6 الاي بيساوي عندك كلمه نفس الكلمه اللي برضه اللي هي افاليبل مثلا او لا لو لو قال لك بس وات از ذا نمبر تمام اوف اي بي ادريسز يعني ما يقولكش يوزر بيقول لك نمبر بس من غير كلمه يوزر اللي هم مستخدمين يبقى هم 64 يعني كام رقم هيطلع لك من سيرش 26 64 رقم فعلا بس كمان ينفع استخدمه على اجهزه يعني في اجهزه بترفض استخدام اول رقم اللي هو نتورك واخر رقم اللي هو الايه؟ البروفيل يعني كلمه يوزر دي لوحدها لو شالها تفرق If data is being sent over a wireless network, then connects to an Ethernet network and eventually connect to a DSL connection, which header will be replaced each time the data travels to a network interception device. أي كلام غريب ده ولكن رحلة الداتا، الداتا عندنا عدت الأول على وايرلس، استنى الأول وايرلس وبعدين عدت على إيثرنت وبعدين عدت على DSL. فبيقول لك إيه الهيدر اللي عمال يتشال ويتغير كل مرة تعدي على واحدة من دول؟ هل الهيدر بتاع لير 4 ولا الفيزيكال هيدر ولا لير 3 هيدر ولا الداتا لينك هيدر؟ داتا الهيدر الوحيد اللي بيقعد يتشال ويتحط فاكرين الكرتونه بتاعتنا اللي هي الفريم الباكت جوه زي ما هي ومحدش بيجي ناحيتها اللي هي 3 زي ما هو اللي هي 4 جوه زي ما هو الداتا زي ما هي كل شويه عمال يتشال ويتحط فاكرين مثال الجواب بتاعنا هو الفريم اللي طبعا تاني سيسكو هنا ممكن تكتب لك داتا لينك ممكن تكتب لك لير 2 ممكن تكتب لك ايثرنت ممكن تكتب لك فريم كل دول صح كل دول يا جماعه صح الفريم هيدر الداتا لينك هيدر اللير 2 هيدر الايثرنت هيدر يعني فاهمين الفكره ممكن تتكلم بصور مختلفه كتير يعني عشان توصل لنفس الايه النتيجه What is an advantage of storing configuration files to a USB flash drive instead of a TFTP server? Okay, ده لسه الشابتر اللي فات ورغم انا كده قلت لكم ان هو مش المفضل ايه الكلام اللي هو بيقوله دلوقت الباك اب ايه اللي هيخليها المره اللي فاتت؟ قلنا ان انا المفروض اقدر اعمل باك اب ل TFTP سيرفر او قلنا ايه الطريقه الثانيه؟ كوبي وبيست اوكي خدتوا كوبي وبيست حطيته في نفس الكروت باد القراءه مانيوال جدا او الطريقه الثالثه الفلاش درايف بتاع سيسكو اللي هو اليو اس بي فبقول لك ايه الميزه اللي اليو اس بي عن التي اف تي بي؟ رغم ان انا قلت لك ان التي اف تي بي هو الاحسن فاكرين ليه قلت التي اف تي بي هو الاحسن؟ يعني بالظبط انت قاعد على الجهاز بتاعك ما بتروحش في حته لكن اليو اس بي فلاش درايف ده لازم اروح احطه في راوتر خلصت راوتر اروح احطه اشيله واحطه فين؟ في السويتش اللي او مفيش قلنا في السويتش دي مشكله ثانيه حط في الراوتر اللي بعديه وهكذا بس هو هنا بيقول لا انا عايز اشوف الميزه بتاعت اليو اس بي النظام ده اللي هو الاف تي بي تي اف تي بي اللي هو ده السيرفر تمام اللي شفناه المره اللي فاتت اللي بعمل منه بعمل عليه كوبي لما قلنا كوبي رانينج كونفج تي اف تي بي وده خدنا كوبي كده من الملف رانينج كونفج وبعته للتي اف تي بي سيرفر قصدك الاف تي بي اللي هو اللي احنا لازم كل شويه نشيل الفلاش ميموري ونركبه في الراوتر او مثلا لا ده ده طريقه اللي هو اللي هتشيل الفلاش دي ده اللي هي الطريقه بتاعت اليو اس بي ما فيهاش تي اف تي بي خالص هيعمل كوبي رامي كونفيج يو اس بي يعني انا عندي تو اوبشنز ليه الامر كوبي نو كوبي تمام رامي داش كونفيج واكتب هنا تي اف تي بي كوبي رامي داش كونفيج واكتب هنا يو اس بي فلاش هنا لو دوست هنا لو دوست هنا يبقى انت لازم تبعته لسيرفر اللي هو تي اف تي بي سيرفر هنا يبقى لازم معاك الفلاشه اللي انت حاططها في فتحه اليو اس بي فين في الراوتر هو بيسال هنا ايه الميزه بتاعت الفلاشه على تي اف تي بي سيرفر؟ تعال شوف ما قلناهاش بس بالمنطق هيبقى اكيد الاجابه. The files can be saved without using terminal emulation software يعني ممكن تعمل سيف من غير ما تستخدم terminal emulation software ده اللي هو ايه؟ باتي البرنامج اللي احنا بنستخدمه هل ينفع اعمل دوت من غير سوفت وير؟ طبعا انت لازم هتستخدم برنامج كوبي امر كوبي. The configuration files can be stored to a flash drive that uses any file system format. الفلاش درايف ده حضرتك بيستخدم اي فايل سيستم فورمات الحقيقه لا يعني في ايه فايل سيستم ودي حاجه تبع الكمبيوتر مش تبع اساسه يعني اللي في حاجه اسمها فايل سيستم اسمه فات 32 فات 32 في حاجه اسمها ال تي اف اس في حاجه اسمها اي اكس اف اس في حاجه اسمها فات 16 اوكي ايه ده ده فايل سيستم يعني كتير قوي ثانيه لو انا جيت انا على الكمبيوتر على البارتيشن ده كده عملت عليه رايت كليك قلت له بروبرتيز اوكي بيطلع لك هنا كده بص حاجه اسمها فايل سيستم مكتوب ايه؟ ال تي اف اس اوكي ففي الحقيقه اليو اس بي فلاش لو رجعت هنا دي الصفحه بتاعتها فين؟ نتورك سكيورتي باك اب وال يو اس بي اهي تمام فاكرين فتحه اليو اس بي عندنا اللي موجوده هنا اوكي هيقول لك ان اليو اس بي فلاش من اول مالتيبل كوبيز اوف مالتيبل راوتر كونفيجريشن كونتاكت مش جايب لك السيستم بتاعها استنى يمكن موجوده في الصفحه اللي بعد كده هو مش كده بس هي المفروض ان اليو اس بي فلاش درايف بتاعي يبقى فات 16 يمكن تكون موجوده في صفحه ثانيه بس ده احد الانظمه القديمه قوي يعني
طيب اذا غالبا الاجابه دي مش صح. اليو اس بي فلاش درايف از مور سكيور، هل الفلاش درايف اامن من الجي اف تي دي 7؟ ممكن ممكن. The transfer of the files نقل الملفات does not rely on network connectivity، يعني نقل الملفات مش محتاج ان يكون في شبكه بتوصل. بص انا بمشي معاك كانك انت مجانك، يعني انا لما بجاوب بلاقي سؤال وبحله ومش عارف اجابته، بعمل ايه؟ بقعد امشي او جايب بص دي اكيد لا. ده انا فاهم شويه ده لازم اخد امر كوبي، فدي اكيد لا. قلنا دي احتمال. لا بس انا مش فاكر هو فايل سيستم بس هو اخد 16 غالبا لا. غالبا بس مش دي اكيد لا، دي غالبا لا، دي احتمال قلنا عليه. بس اول ما قريت دي قلت ايه؟ دي 100% صح. اللي هو بيقول لك النقل مش محتاج نتورك كونكتيفيتي. لما هات الفلاش درايف مش محتاج تكون في شبكه، ده صح. انت بتحط فلاشه وبتوصل نفسك بالكونسول في شبكه شغاله، مش لازم يكون في شبكه شغاله اصلا. اذا كده دي هي الاجابه دي الصح. اوكي؟ هي سيسكو عايزك تتعود تفكر بهذه الطريقه. تمام؟ بس هو مين فيهم بقى المور سكيور اكتر؟ اللي هو ال اثنين زي بعض؟ ولا واحد، لا دوت. اوكي؟ في طرق افضل من كده بكتير سكيور، بس انا ما خدهاش مثلا. اوكي؟ حاجه اسمها سكيور كوبي. ده نعمل كوبي بس سكيور، بمعنى ايه؟ لو عملت تي اف تي بي الداتا بتتنقل كلير تكست، اي حد يقدر يقراها، مش متشفره. طب ده باليو اس بي، اليو اس بي ايه؟ ما انت برضه بتحط عليه مش متشفر، وده بحاجه بتحطها في جيبك، يعني فين السكيورتي اللي موجوده فيه؟ ما فيهوش سكيورتي، اذا لا ده في سكيورتي ولا ده في سكيورتي. لكن لو درست بعد كده مثلا سي سي ان سكيورتي هقول لك لا في طريقه افضل طبعا كده اسمها سكيور كوبي. لما بتعمل كوبي للسيرفر برضه بس بتعمل له كوبي كل حاجه ايه؟ متشفره. لكن زي الاس اس اتش كده اللي درسناه على نفس الفكره بيشفر، ده كده يبقى ايه؟ هو افضل حل بالنسبه للسكيورتي. What are the two sub layers of the OSI model data link layer؟ ايه الكلام الغريب ده؟ الداتا لينك لاير كان في حد ذاتي كده قال لنا هنقسمها من جوه لطبقتين فرعيتين، شابتر بقى قديم خالص ورا ال ال سي ولا انترنت ولا ترانسبورت ولا نتورك اكسس ولا ماب ولا فيزيكال. طبعا لو انت فاكر انت هتعرف ان الفيزيكال والانترنت والترانسبورت والنتورك اكسس دول اسماء عدوا علينا في طبقات ثانيه، طبقات زيهم زي الداتا لينك لاير. اذا حتى لو انا مش فاكر، انا مش فاكر اسماء الطب سب لايرز يعني، اللي هي بيقول لك سب لايرز يعني طبقه فرعيه بين الداتا لينك، بس انا لو متاكد منها ان الطريقه دي طبقه لوحدها اللي هي فيها الاي بي، الترانسبورت اللي فيها تي سي بي والجي بي، النتورك اكسس دي اللي هي بتضم الداتا لينك والفيزيكال مع بعض اللي فيها الايثرنت، الفيزيكال هي الفيزيكال. اذا اكيد دول غلط صح؟ يبقى ايه؟ لو انا حتى مش فاكر هو انا فعلا مش فاكر عادي خالص تطلع تبقى ال ال سي وام اي سي او الماك وميديا اكسس كنترول طبعا واللوجيكال لينك اي كنترول برضو عاود نفسك انا بقى يعني فريق بقى مش بس احنا بنحل هنا عشان بعد كده وانت بتحل اي امتحانات بتاعه سيسكو تعود نفسك على ذلك اللي غلط يطلع لك الصح حتى لو ناسي تمام فكر بمنطق يعني انا ممكن ما احفظش كل حاجه بس اكون فاهم الفهم ده هيساعدني زي ما جاوبنا السؤال اللي فات بتاع الفلاش درايف انا فاهم شويه تمام Okay. Which two OSI model layers are considered to be included in the top layer of the TCP/IP protocol stack? Okay. Well, like, مين من الطبقتين دول بتوع الـ OSI model؟ عندنا اثنين model OSI و TCP. خلاص المفروض تكون على TCP/IP طبعا لازم تكون حضرتكم الاثنين. Well, like, مين الاثنين اللي من هنا دول موجودين يعتبروا في التوب لاير في TCP/IP؟ طبعا مش قايل لك اسمها بس مين التوب لاير في TCP/IP model اسمها application؟ وهي الناحية الثانية لو فاكر لازم بتساوي ثلاثة. فاكرينهم؟ application presentation وسيشن. اذا طبعا هتدور هنا هتلاقي مين اللي موجود بينهم presentation وايه؟ وسيشن. اوكي drag and drop خلينا نصغر شويه عشان نعرف نشوفه. بيقول ايه؟ match the requirements of reliable network with the supported network architecture. مدينا هنا ثلاثه requirements للنتورك بتاعتنا وعلى الناحيه الثانيه مدينا يعني ايه علاقتهم او ايه دول في دول؟ هتقول ايه الكلام الغريب ده؟ اولا فين الثلاث حاجات دول اتكلمنا عنهم؟ شابتر 1. شابتر 1. اوكي؟ شابتر 1. اتكلمنا على اربع مبادئ اللي هي بناء الاركتكشر بتاع الشبكه قلنا دي الحته المهمه اللي كان بينهم هنا فاكرين بقى تحكي التاريخ اللي طلبت وازاي هي شبكه عنكبوتيه ووزاره الدفاع الامريكيه والحرب العالميه وكان خفيف فاكرين الكلام ده دي كانت الخاصيه اللي اسمها فولت تولرنس تمام وفي خاصيه ثانيه قلنا اسمها سكيلابيلتي فولت تولرنس طبعا معناها تحمل الخطا يعني لما حد يضرب بصاروخ نقطه في الشبكه بتاعتي بقيت النقط شغال ده اللي شرحناه سكالابيلتي معناها ان الشبكه تقدر تكبر وتكبر وتقعد تزود عليها نقط من غير ما يحصل لها حاجه
والسكيورتي طبعا هو الايه الامن بتاع الشبكه. النقطه الرابعه هي اللي هو مش جايبها هنا الوحيده اللي هي كواليتي اوف سيرفيس او كيو اس اللي جبنا سيرتها كذا مره اللي هي بتاعت البرايورتي او الاوتوريتي. فهنا كلام ينطبق الثلاثه دول على ثلاثه من دول. تعالوا نشوف بروتكت ذا نتورك فروم ان اوثرايزد اكسس، اكيد احمي الشبكه من الدخول ده اكيد اللي هو ايه؟ عارف خلاص. Provide redundant links and devices. English برضه redundant معناها اضافي، لينكات اضافيه واجهزه اضافيه. يعني ايه؟ يعني بدل ما يكون في وصله واحده للنت يبقى في وصلتين، بدل ما يكون في راوتر واحد للنت يكون في راوترين. ده اسمه ايه؟ تحت الحدود ده اللي هو فولت توليرنس. صح؟ ويعني ايه تحمل الخطا؟ اضرب صاروخ، خليك فاكر فيها فاكر. هضرب صاروخ ابوظ لك الراوتر بتاعك اللي موصل لك على النت، مش كده الدنيا ضاعت؟ طب لو انا ذكي كنت عملت redundant، ايه redundant دي؟ انا عملت راوترين. فانت لو ضربت لي راوتر الراوتر الثاني ايه؟ مش شغال. هي دي الفكره بتاعت فولت توليرنس. سكيلابيلتي ممكن سكيلابيلتي معناها حاجه اكبر. تعال نشوف ماتش ذا تايم اوف كوميونيكيشن وذ سبيسيفيك برايورتي. لا دي مش جايبها. برايورتي اللي هي الاولويه بتاعت الطوابير. فاكرين الطوابير؟ في طابور البنك وطابور مبين وفي طابور بتاع كارفور اللي هو مختلف. دي حاجه اسمها كواليتي سيرفيس. لما شرحناها مش موجوده هنا. دي الرابعه بتاعتهم وهو مش جايبها. اكسباند ذا نتورك يعني توسع الشبكه من غير ما تقلل الخدمه للناس اللي موجودين. وهو ده سكالابيلتي. سكالابيلتي مش معناها اكبر وبس، لا اكبر من غير ما اللي موجود اصلا ايه يتاثر. حلو كده؟ فدي هتبقى ايه سكالابيلتي. طب نشوف اخر واحده برضه. انشور ذا ستريمينج داتا از بروفايدد اوفر هاي سبيد لينكس. ان الداتا تبقى موجوده على لينكات عاليه. الكلام ملوش معنى بالنسبه لنا، مش عارفين بتاع ايه. اوكي نرجع لزوم تاني. Which two automatic addressing assignments are supported by DHCP؟ اوكي يعني DHCP ده وات بيوزع حاجات صح؟ اللي هو اوتوماتيك ادريس اساينمنتس ايه هما؟ هل بيوزع فيزيكال ادريس توب ريسيبيانت؟ لوكال سيرفر ادريس حاجه اسمها لوكال سيرفر خدنا حاجه زي كده؟ ديفولت جيت واي ادريس فيزيكال ادريس اوف سيرفر سوكت باس طبعا اكيد ان ايه؟ لو فاكرين دايما راجع عليهم بيديك اي ادريس بيديك سوكت باس بيديك ديفولت جيت واي بيديك اثنين دي ان اس سيرفر بيديك خمس حاجات. ايه الاخيره دي؟ سابت ماسك؟ لا لا اثنين دي ان اس سيرفر بيديك اثنين دي ان اس سيرفر. اوكي ممكن يديك واحد بس يعني معظم الوقت بيبقى دي زي ما او كده اهو دي النتورك بتاعتي وفتحنا شوف الادابتر السيرفر اوكي دي ديفولت جيت واي ودي اي بي ادرس وسبنت باس. تمام. What type of communication rule would best describe SESMA CD؟ نرجع نفتكر الايثرنت وازاي كان بيشتغل ايام زمان لما كان في كابل او هاب بيربط الدنيا ببعضيها. فقلنا ده كان بيحصل حاجه اسمها كوليجن فاخترعنا الطريقه اللي اسمها SESMA CD كارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن بروتكشن. بيقول لك انهي نوع من الاتصالات بيوصف دوت؟ فلو كنترول تحكم في التدفق، مسج انكابسوليشن يعني هل دي بتتحكم في التدفق؟ ده اللي في الحقيقه اللي درسناه في التي سي بي لو حد فاكر. مسج انكابسوليشن انا احط رساله في كبسوله هل دي لها علاقه؟ مسج انكودنج ان انا احولها لاشاره يعني. تمام؟ طبعا اكيد هي حاجه اسمها ايه؟ اكسس مسج. برضه لو انا مش فاهم او مش فاكر ايه دي اصلا يعني بالعقل نحاول نفتكر ونشوف انهي واحده من دول منطقي. الانكابسوليشن انا عارفه اللي هو الكبسوله والانكودنج اللي هو تحويل من شكل لشكل اخر ودوت لو فاكر لسه واخدينه في الدي سي بي في الحقيقه فما ينفعش غير ان دي تكون ايه اكسس. Well, three blocks of addresses are defined by RFC 1718 for private network use. طبعا تقول لي ايه الرقم الغريب ده؟ هو في الحقيقه السؤال ده كان بيساله بالظبط ويحط الرقم ده بس ويسيبك انت تو بس هو اصلا قايل لك هنا. برايفت. ايه RFC 1718؟ ده اللي هو بيقول لك برايفت اي بي ادريس. مش عندنا برايفت وبابليك؟ ف 1918 ده مشهور جدا ممكن تتسال عليه لوحده كده ان هو ايه لما يقول لك فين الادريسز؟ اختار لي الادريسز اللي تبع 1918 قصده ايه يعني؟ برايفت. فين تقول بقى برايفت؟ مين الرايفت؟ 192.168.0.0 وال 10.0.0.0 وال 172.11. طبعا ده ملوش علاقه باي حاجه ده رقم غريب خالص. ده في الحقيقه تبع المالتي كاست لو حد فاكر المالتي كاست بتحفظه من 224 ل 239 ده اللي اللينك لوك 169 254 ده اللينك لوك او ابيبا بتاع مايكروسوفت. تمام.
What is done to an IP packet before it is transmitted over the physical medium؟ ايه اللي بيتعمل في الاي بي باكيت قبل ما نبعتها على الكهرباء؟ اوكي الباكيت ديت اللي هي في لاير 3 الكهرباء دي اللي هي مثلا لاير 1 ففي حاجه اتكسرت في النص اللي هي لاير 2 تعالى نشوف. It is segmented هل الباكيت بتتقطع لقطع صغيره؟ ولا it is encapsulated بنحطها في لاير 2 فريم؟ ولا بنحطها في تي سي بي سيجمنت؟ ولا بتعمل لها تاج بان هي عشان تضمن انها توصل ليه؟ طبعا ايه؟ لاير 2 فريم. لو انت فاهم الكونسبت اوكي هتلاقي الموضوع سهل. يقول لك باكيت ايه اللي بيحصل لها قبل ما تطلع فيزيكال؟ انا عارف الباكيت دي فين والفيزيكال فين؟ يعني مفيش قصه خالص. بص احنا وصلنا للسؤال 16 اعتقد يمكن في ال 16 سؤال دول كان في ممكن سؤالين بس اللي كان يكونوا غاسلين شويه بالنسبه لك، لكن بقيت الاسئله ما مش كده خالص تمام؟ حتى الان اي ثينك جود يعني. طيب لسه في الاكزابت بيحمل هنا فبيقول لي فيرت الاكزابت ان ادمنستريتور ماست سيند ا مسج to everyone on the router A network what is the broadcast address to كذا والاكزيبت ما طلعش تاج دلوقتي على الطلعه. اوكي ادي الاكزيبت لازم بتاعته راوترين وادي هنا شبكه وشبكه والشبكه دي مكتوب عليها الرقم بتاعها بهذا الشكل. لو عايز ايه بقى هو؟ عايز تبعت مسج لكل الناس اللي موجودين في الراوتر A network فعايز البرودكاست ادرس للشبكه. في حته مش محتاجه اسمع حاجه وادي سؤال عايز البرودكاست ادرس بتاع الشبكه نديك النتورك ادرس وعايز البرودكاست ادرس نعمل ايه؟ لا هو انا كنت بديك اجابات لو كنت بقول لك حاجه بس انا مش عايز ابص يا عم ايه الاجابات اللي عندي مش هتتحل غير انت تبص لها. انا بقول لك نعمل ايه ما بقولكش اديني الحل اعمل ايه وانا هحلها على السبوره. طب ما ينفعش حد غير بالورقه والقلم بس انا بسالك اعمل ايه انت لو واحد دلوقتي في الامتحان هتعمل ايه؟ فوق 22 على البند اطلع الرقم اللي هو اللي هيبقى فوق 22 172 16 16 0 سلاش 22 تمام؟ فين 22 دي سلاش 22 دي فين؟ 8 هنا خط 8 هنا خط 16 هنا خط 24 يبقى 22 دي بتقسم ايه؟ يبقى اكتب الرقم تاني 172 16 وحول 16 ديت لباينري تطلع 0001 000 لان الرقم هايل 16 دوت 0 انزل بعد كده بالخط بتاعي فين بقى سلاش 22 ديت هنا النقطه دي 24 يبقى هنزل قبليها ب 2 ده الخط بتاعي دي نتورك ودي الهوست. انا عايز البرودكاست اعمل ايه بعد الخط؟ حط كل واحد يبقى هنا 1 1 والصفر دوت هيبقى 8 1 ارجع دوت بقى زي ما كان 0001 00 وده برضه زي ما كان 16 وده زي ما كان دي اللي تطلع ايه ديت يعني 172 16 البتاعة دي كلها احولها ديسيمال والبتاعة دي كلها احولها ايه؟ ديسيمال. طبعا دي سهلة 255 بس دي هتبقى 16 زائد 1 زائد 2 تطلع كام؟ 19 يبقى 19 255 وهي دي الإجابة. وإحنا ينفع نجيب ورقة وقلم نكتب مش ينفع تجيب هو لازم هو الموضوع ينفع مش هتنفع تحلها بدون زي ما كان يبقى 172 16 كام؟ 19 255. A technician has been asked to develop a physical topology for a network that provides a high level of redundancy, which physical topology requires that every node is attached to every other node on the internet. طبعا طرحنا زمان خالص في I think chapter 3 يمكن او 4 لما شفنا انواع التوبولوجيز كان في حاجه اسمها مش وستار ورينج وباص لو فاكرين يعني. بيقول لك اي توبولوجي من دول فيزيكال توبولوجي بتديك هاي ليفل اوف ريدندنسي. يعني ايه هاي ليفل اوف ريدندنسي؟ يعني ما ينفعش تقع ريدندنسي لسه واخدها من شويه. قلنا انك يبقى عندك لينكات اضافيه واجهزه اضافيه. بيقول لك كل نقطه في الشبكه تبقى متوصله بكل نقطه ثانيه تمام. دي اللي كان اسمها ايه؟ مش ستار اللي هي عباره عن ليجمنت. بص انه بتيجي بس زي ما بتعمل ايه؟ ستار بيوسف ليجمنت هي كلنا متوصلين بنقطه في النص صح؟ باص طبعا صديقنا باص ده اللي هو الاتوبيس بتاع زمان اللي هو كابل واحد متوصل بينا كلنا. رينج اللي هو دايره حلقه اوكي. طب ايه الكلمه الغريبه دي؟ هيراركيكال ده نظام شجري. كلمه هيراركيكال دي قلنا هنشوفها كتير في بلد حاجه نظام شجري كده زي شجر هتبدا بفرع سواء من تحت او من فوق شجر تبدا تطلع فروع كده.
لكن طبعا ولا واحده من دول بيقول لك كل نقطه تتوصل بالثانيه، الوحيده هي حاجه اسمها ايه؟ ماشي. لا برضه سنجل بوينت وفيلرز. لا ماشي مش سنجل بوينت. لا اي حاجه ثانيه غير الماشي يعني. الستار فيها سنجل بوينت وفيلر، الرينج نفس الكلام بقى صعب. كلهم الدايركت ده احنا لسه ما درسناهوش فيها. انا بشوفه مش هيبقى كده. لكن الباقي اللي احنا درسناه اللي هو ستار ده اللي هو السويتش عادي، ودول طبعا حاجات قديمه جدا اللي هو الباص والرينج بتوع زمان. لكن الماشي هي اللي بتقول لك كل نقطه تتوصل بكل نقطه ثانيه. What important information is examined on the Ethernet frame in the Ethernet frame handled by a layer 2 device in order to forward the data onward. بالراحه. ايه المعلومات المهمه اللي بتبص عليها في الهيدر بتاع الفريم بتاع الايثرنت by a layer 2 device؟ اولا مين اللي layer 2 device ده؟ ايه الجهاز اللي هو layer 2؟ جهاز مين اللي layer 2؟ السويتش. فاذا ببساطه السويتش بيبص على ايه في الهيدر عشان يوصل الداتا. هل بيبص على السورس اي بي ادرس ولا السورس مايك ادرس ولا الايثرنت تايب ولا الديستنيشن اي بي ادرس ولا الديستنيشن مايك ادرس؟ عشان اوصل لك ببص على ايه؟ الديستنيشن اكيد مش اي بي ادرس، ده سويتش صح؟ اكيد التايب ماليش دعوه بيه، ده بيقول لك نوع الداتا اللي جوه. والسورس مايك انا ببص عليه بس ببص عليه عشان اعمل حاجه اسمها ليرننج، فاكرين؟ بتعلم منه، لكن عشان اوصل ببص دايما على الديستنيشن ايميل ادرس. What PDU is associated with the transport layer? Okay. PDU اللي هو اسم الداتا في كل مرحله. Transport بيبقى اسم الداتا ايه؟ هل باكيت ولا فريم ولا سيجمنت ولا بيتس؟ طبعا سيجمنت. فريم لاير 2. باكيت لاير 3. دي الاي بي ده اللي هو الايثرنت. Transport ده اللي هو الدي سي بي صح؟ يبقى اسمه ايه؟ سيجمنت. بيتس طبعا اللي هي صفار واحد اللي هي الفيزيكال. اوكي. دي كلها البيزكس. كان في اسئله كتير على البيزكس تقول لي انا نسيت البيزكس دي، لازم ترجع للبيزكس. احنا بنبني واتكلمنا ودخلنا في حاجات كتير، لكن هتلاقي في اسئله كتير بتتكلم عن اللايرز والطبقات والتي سي بقى كيف من حاجه والابلكيشن من حاجه، ده الكور بتاع المنهج بتاعنا في موديول 1. اوكي، وات ويل بي ذا ريزلت فور فيلد لونر اتمبتس ان فورم كمان زي انت ده لسه جديد المره اللي فاتت ده سكيورتي، بيقول لك يا ترى ايه اللي هيحصل لو انت فشلت عملت كذا محاوله فشل للدخول والامر ده مكتوب. الامر بيقول لوجن بلوك 4 150 اتمبتس 4 within 90. قلنا لو فشلت ده الاجابه على فكره يعني. ده معناه ايه؟ لو عملت اربع محاولات في خلال 90 ثانيه هقفل عليك الدخول، هقفل الدخول الكل لمده 150 ثانيه. ده معنى الامر. تمام؟ هو ده السؤال الوحيد اللي ممكن يتسال عليه. فهل هيتقفل لمده 90 ثانيه؟ لا. هيتقفل لمده اربع ساعات؟ يا نهار ابيض لا. هيتقفل لمده ساعه ونص؟ برضه لا. هيتقفل لمده كام؟ 150 ثانيه لو في حصل اربع محاولات فاشله في خلال 90 ثانيه. اوكي؟ ده التفسير بتاع الامر. اوكي دراج اند دروب تاني كويس. هنا جايب لنا ماتش ذا فانكشنز وذ ريسبوندينج اوس لاير، جايب لنا الابلكيشن لاير وفيها حاجتين من هنا تبع الابلكيشن لاير، في حاجتين من هنا تبع البرزنتيشن، في حاجه واحده تبع السيشن. اوكي ويندوينج دايلوج مينتننس اتش تي تي بي اند اف تي بي كومبريشن Common format, routing, end user program functionality. دي من الحاجات الغريبه اللي هي تبع اي اتش تي بي الكلام ده كله. اتش تي بي ده سهل ده صح؟ ابلكيشن صح؟ واخر واحده اللي هو end user program. تمام؟ اللي هو تبع الابلكيشن ماشي منطقي صح؟ برزنتيشن لها علاقه بالشكل بتاع الداتا، في هنا حاجه لها علاقه بالشكل بتاع الداتا. كومبريشن ده شكل الداتا، الكومبريشن ولا ايه؟ ضغط. مش انت ممكن تبعت لحد ملف مضغوط على فيه واتساب وورد او بتاع حاجه مضغوطه. فده يعتبر له علاقه بشكل الداتا ولا لا؟ شكل الداتا. ايه تاني له علاقه هنا بشكل الداتا؟ كومن فورمات. تمام؟ ايه اللي هو فورمات يعني شكل؟ فورمات اصلا يعني شكل، مش فورمات اللي هي معناها بالعربي بالظبط تهيئه او هيئه. اوكي؟ طيب يبقى فاضل السيشن لير اللي هي بتفتح سيشن، فين هنا حاجه اسمها ليها علاقه بالسيشن او تفتح دايلوج بالظبط. دايلوج مينتنس، دايلوج يعني حوار، سيشن يعني كونكشن، يعني نفس الكلام. طبعا الراوتنج اكيد مش هنا، انت ممكن تفكر في الثلاثه دي، الراوتنج مستحيل يبقى هنا، لان الراوتنج ده مش هنا في لاير 3، اوكي؟ الاي بي، ويندوينج ده الويندو، ايه الويندوينج؟ ده جايب الويندو اللي هي نافذه، احنا ما خدناش حاجه ويندوز ده اصلا معانا في الكورس، لا خدنا حاجه اسمها ويندوز، مع ويندو سايز بالتحديد، وده تبع التي سي بي اللي هي اللاير بتاعت الترانسبورت، اذا الاثنين دول اكيد مش ايه؟ مش معانا. Okay, a network consider is variably submitting a given block of addresses for addresses which compression with addresses of prefix gets will make them most efficient use of addresses when there is need for two subnets capable of supporting 10 hosts and one subnet
اوف 6 او كده رينزو مين كويس. انت بتعمل سبميت بيقول لك انهي اجابه من دول تبقى افضل حاجه، وانت بتعمل حاجه اسمها فاليو سبميتنج. فاليو سبميتنج اللي هو الفي ال اس ام اللي هو سبميتنج تاني، يعني بتعمل حاجه اسمها الموست افيشنت يوز، يعني مش عايز تضيع ادريسز على قد ما تقدر. فبقول لك انا عايز شبكتين ياخدوا 10 اجهزه وعايز شبكه تاخد 6 اجهزه، فبنختار من الارقام اللي طالعه لنا دي هنا كده. طب اختار ازاي؟ اول حاجه بالنسبه لده بتبص الاول ما تبصش على الاي بي ادريسز، بص على السلاش. ما تبصش على الاي بي ادريسز، بص على السلاش. احنا لسه مجاوبين على سؤال قال لي لو انا سلاش كذا هاخد عندي كام اي بي ادريس؟ كان سلاش 26 في الحقيقه، وقلنا هناخد 62 اي بي ادريس، صح؟ فهو ده اللي بيحدد لك. يعني هنا بيقول سلاش 28 28 26 26 26 28 28 28 28 26 26 26 واخر واحد كام؟ 28 28 29 شايفينه؟ ما بصيتش على الارقام خالص. اول حاجه ده غلط وده غلط. ليه؟ لان الثلاثه دول 28 والثلاثه دول 26 من غير حسابات، انا بحل من غير حسابات. الثلاثه دول 28 والثلاثه دول كام؟ 26. هو قال لي انا عايز شبكتين ل 10 وشبكه ل 6. هو ال 10 وال 6 ياخدوا نفس الرقم؟ لا. تمام؟ انا عايز اوفر على قد ما اقدر. اذا استحاله الثلاث شبكات يبقوا 28 او 26 من غير ما احسب. من غير ما احسب الاجابه دي غلط. الله، طب كده خلاص بقى لك ايه؟ اللي فوق 2 26 و1 28، 2 28 و1 26، و2 28 و1 29. واحنا سهل بقى ان احنا نكسب. لو انا سلاش 28 يبقى ارجع تاني، يعني الام بتساوي 28، الاتش بتساوي اطرح 28 32 4. اذا تديني كام رقم؟ 2 اس 4 ناقص 2 بيطلع كام؟ 14. يبقى وجاي كاتب في الورقه بتاعتي كده انا بحل سلاش 28 بتساوي 14 بهكس. حلو؟ طب سلاش ايه تانية موجودة عندنا واحنا بنحل؟ سلاش 26 لا لسه حللنا حاجة تطلع 62. لسه حللنا كان سؤال تاني. إذا سلاش 26 دي غلط. 62 ده فير ولا لا؟ تاني أنا عايز شبكة فيها شبكتين 10 وشبكة 6. 62 ده ينفع؟ إذا الإجابة دي برضه غلط عشان فيها 26 ودي برضه غلط عشان فيها 26، ما تبقالكش غير فعلا دي صح، لان 28 و28 هديك كام؟ 14 رقم و14 رقم، وانت عايز 10. 29 دي في الحقيقه لو حسبتها هتلاقي بتديك بالظبط 2 اس 3 ناقص 2 اللي هم 8 ناقص 2 اللي هم 6 بالظبط. اذا هديك هنا بزياده شويه وهنا هديك بالظبط اللي انت عايزه. اذا ما حلناش مساله صابت، هي دي مساله صابت من حللناها؟ لا، بس هو مش عايزك تحل مساله قد ما يكون ان انت فاهم يعني ايه صابت. فالصابت يبقى ان انا بقطع بناء على عدد الاجهزه. طيب عدد الاجهزه ده بحسبه ازاي؟ كله بالسلاش. احنا عملنا ايه؟ جبنا سلاش بمشي بالخطوه كده، سلاش 28 سلاش 10 سلاش 20 سلاش 30 سلاش 15 اي سلاش، يبقى ايه؟ الام بتساوي سلاش 20، يبقى الام بتساوي 20، يبقى الاتش بتساوي 12، يبقى عدد الاجهزه 2 اس 12 ناقص 2 صح؟ اوكي، نترك سنتر انترز كوماند سيرفيس باسورد انكربشن، اوكي؟ فاكرينه طبعا، ده بيشفر المسودات عندنا في الكونفجريشن فايل. وبعدين وات داز ذيس كوماند اكومبلش؟ بينفذ ايه؟ انا اوريدي كده جاوبت لك عليها يعني، بس تعالى نقرا اكيد في تريك ولا حاجه. ذيس كوماند انكربتس باسورد از زير ترانزميتد اكروس سيريال ويندنجز. الامر ده بيشفر المسودات لما بتتبعت على السيريال ويندنجز. هل ده صعب؟ The command prevents someone from viewing the running configuration password. بيمنع حد ان هو يشوف الرانج كونفجريشن باسورد. صح؟ هو ده الفايده الرئيسيه بتاعته. بس خلينا برضه نكمل عشان يكون بيضحك علينا. ممكن كلمه واحده تضيع السؤال. This command provides an exclusive encrypted password for the external service personnel who are required to do router maintenance. في ناس مخصوصين هيعملوا صيانه للراوتر من بره، فالامر دوت بيديهم باسورد مخصوصه. حد فاهم بقى ايه الكلام الغريب دوت؟ اوكي. This command automatically encrypts passwords in configuration files that are currently stored in NVRAM. الامر ده بيشفر الباسوردات في الملفات اللي متخزنه في NVRAM، قصده طبعا الستارت اب كونفيج. طبعا لا، هو بيشفر الباسوردات في الرانج كونفيج، وانت بعد كده لو عملت سيف بتنتقل. طب اخر حاجه، This command enables a strong encryption algorithm to enable secret. طبعا ده ملوش علاقه بانيبل سيكريت ولا هو سترونج ولا اي حاجه، لان هو له رقم باسورد. الانيبل سيكريت دوت بيتشفر بطريقه ثانيه خالص. اذا هو فعلا الاجابه اللي احنا اتفقنا فيها هي نمبر 2، the common prevents someone from viewing the running configuration passwords. What are two features of ARP? Okay, ARP address resolution protocol. If a host is ready to send a packet to a local destination device and it has the IP address but not the MAC address, it generates an ARP broadcast. Okay.
لو في جهاز جاهز ان هو يبعت داتا لحد معاه لوكال يعني معاه في نفس الشبكه ومعاه الاي بي ادريس بس معيش الماك ادريس يقوم جاي باعت ار بي اي بروكاست صح؟ لو الارب ريكويست اتبعت لكل الاجهزه في الايثرنت وجواه الاي بي ادريس بتاع الديستنيشن والمالتي كاست ماك ادريس الارب بيبعت مالتي كاست If a device receiving an ARP request has a destination IP address, it responds with an ARP reply. لو في حد جاي له الARP request دوت ولقى رقمه هو بيرد عليه بARP reply. صح المفروض بس برضه خلينا نثق في كلامنا. When a host is encapsulating a packet into a frame, it refers to the MAC address table to determine the level of IP address to MAC address. طبعا دي من الناس كلها بتتلخبط ايام زمان زي ما قلنا بين الARP وبين السويتش. ولكن لما جهاز بيحط الباكيت جوه فريم هل بيرجع لحاجه اسمها ماك ادرس تيبل؟ ماك ادرس تيبل ده فين؟ في السويتش. علاقته بالارب ملوش اي علاقه خالص، ده عباره عن حاجه في السويتش رقم الفتحه فتحه 5 فيها ماك ادرس كذا، فتحه 10 فيها ماك ادرس كذا، ايه علاقه ده بالارب؟ الارب عباره عن جدول في الاي بي والايه الناحيه الثانيه والماك. يبقى الاجابه دي غلط خالص. If no device responds to the ARP request, then the originating node will broadcast the data to all devices on the network segment. يعني لو انت دورت على الماك ادرس وارب ريكويست ومحدش رد عليك، طب بيبعت الداتا دي كل الاجهزه على الشبكه. طبعا لا ده كلام ايه؟ ده مش هتبعت الداتا. اذا الاجابتين بتوعنا فعلا صح، ان انا لما بدور على الماك ادرس ببعت برودكاست اللي هو ارب ريكويست، ولما الجهاز بيوصل له ارب ريكويست بيرد عليا هو بايه؟ بارب ريكويست. اوكي؟ وصلنا 25 انا بص للحاجه كده تقريبا 25 من 50، ايه رايكم لغايه دلوقتي؟ تمام بالظبط انا اللي بحب احنا قاعدين هنا كده وراحه وانا بحلل ما اعرفش ايه كده برضه نحل مع بعض كده شيل تعالى جاي هنحله لوحدك تمام بدون اي مساعده كده انا لو انا هبقى موجود بلاقي بعدين فلو عندك اي مشكله هقدر اساعدك فيها بس مش هحل لك السؤال يعني تمام لو مش فاهم السؤال بيقول ايه الامتحان مش حاجه زي كده ايه؟ الامتحان برضه بعد بكره خلاص لكن خليك فاهم ان الامتحانات بتاعتنا ديت هي وسيله لتحديد في الاخر انت فين عشان تبقى عارف وما تتنكش ماشي كده وانت ايه تاني وانا هي اسمها اسسمنت يعني تقييم في الاخر مش تقييم عشان تاخد شهاده مفيش شهاده هنا هتاخدها فيها ان انت جايب تقدير جيد جدا ولا امتياز ولا في اي حاجه من كده انت بتعدي ولا ما بتعديش ولا على فكره اللي بعديك او ما بعديكش يعني الاكاديميه نفسها سيسكو ما بتقولش ان في درجه نجاح معينه انا اللي بحدد درجه النجاح ب 70% تمام عشان خاطر تعدي الكلاس لان انا شايف ان انت لو ما جبتش 70% ديت في الامتحان دوت اللي هو بتاع انتروداكشن تو سيمانتا مش مستعد ان انت تخش اللي بعد كده اللي بعد كده اعقد بكتير اصعب بكتير وهنمشي فيه اسرع بكتير فلو انت دوت اللي هو اللي يعتبر كتير في كلام نظري كتير ممكن تكون مليت تمام من الطول بتاعه ومن كتر الكلام اللي موجود فيه لكن ده الاساس هي يمكن تكون اغلس حاجه واصعب حاجه وانت بتحط اساس البيت تمام تقعد تحفر وتعمل وتحط العمدان الحديد والاسمنت بتبقى حاجه متعبه جدا العماره بعد كده لو عمرك شفت عماره في البلد الادوار اللي بتطلع بتبقى سهله جدا اكتر وقت بياخدوه بيبقى فين؟ في التاسيس فهو ده اللي احنا بنعمله احنا بنأسس فانا عارف ان في حاجات كده كتير لكن معلش هو ده اللي انت ايه محتاجه فده كله عشانك انت في الاخر اوكي انا عارف انه من ناحيتك كنت قاعد على الكرسي غير من ناحيتي انا قاعد على الكرسي بتاعي لكن هي انا بقول لك ده انا كنت في يوم من الايام قاعد على الكرسي بتاعي انا بالظبط كل دوت حصل معايا اعقد من عندكم كده بكتير انا كنت بدرس جوه الكليه ازود بقى كل الكلام ده كله بكل قواعد الايه الكليه فيعني هنشوف هيبان المره الجايه كل حاجه Number 26 at a minimum which address is required on IPv6 enabled interfaces يعني minimum ايه الادرس اللي لازم يبقى موجود على ال IPv6 interface هل link local ولا site local ولا unique local ولا global unicast اللينك لوكال طبعا اولا هو اللي احنا المفروض يعني مشهورين وكده عليهم هو لينك لوكال وجلوبال اوكي فمين فيهم الضروري لازم يبقى موجود لينك لوكال بدليل ان الكمبيوتر بتاعي دلوقتي فاكرين لو قلت له اديني اي بي كونفج في الحقيقه هنا تمام ودوست انتر كده ودورنا على كارت النتورك بتاعتي هتلاقيها تمام واخده لينك لوكال ادرس في 8 0 ده فاكرينه في 80 ده تمام موجود لينك لوكال ادرس ولا لا؟
فده ضروري لان انا معيش جلوبال ومش هيبقى معايا جلوبال لما يبقى في انترنت في مصر فيها اي 6 فزي اللي كده اللي بيلخبطك كده بقى ممكن يقول الله ده في ثلاثه لوكال انا نسيت بقى مين اللي فيهم اللي ايه لا هو لينك لوكال لازم تفتكر ان هو اللينك شرط ضروري ان هو ده الاي ادرس اللي احنا بنتكلم عليه اللي بيبقى فيه ثلاثه لوكال سايت لوكال ده اللي هو البديل بتاع البرايفت اتكلمنا عليه بسرعه وقلنا وهو نفسه بيجيب لوكال يعني دول هم نفس الحاجه بس ده الاسم القديم وده الاسم الجديد وما لوش اي لازمه ما تحطش فيه ما تمام اوكي تمام عملت بيت ستاب داش ار لو حد فاكر ده بيطلع لي الراوتنج تيبل في الحقيقه وبعدين عايز ايه ويتش اي بي 6 ادرس از وان اوف ذا لينك لوكال ادريسز اوف ذا ورك ستيشن يعني بقول لك بص على الرسمه ديت وطلع لي اللينك لوكال ادريس بتاع حضرتك فطبعا يعني لو بصيت هتقعد تبص بقى على الجدول فوق الحقيقه مش بتبص على الاجابه اللي تحت اللينك لوكال ادريس قلنا لازم يبتدي بايه؟ اف اي 8 0 اذا ده لا ده لا يبقى ده ده صح؟ لو عايز تبص عليه طبعا بص هنا في الرسمه بقى فوق هتلاقيه ايه طبعا ده مش ادرس على فكره لو بصينا على ايه في ده بنزيد نقطتين مش هتعرف فين فين الله فين بقى ايه لا ده ده يعني ممكن حتى ما ابصش على فوق لو انا فاهم شويه الادرس لازم يبقى فيه ده بنزيد نقطتين بس بعد كده رقم نكمل اربع حاجات تعمل اربع حاجات اهو 1 2 3 4 صح ولا لا؟ ايمان مش محتاج الرسم خالص انا فاهم فمش محتاج ايه الرسم What is the purpose of the SBI on the circuit switch? ايه ده بجد؟ ايه البتاعة دي؟ ما خدهاش ما عدتش لا عدناها وخدناها وكتبناها على السبورة بس طبعا انت بتنسى الاختصارات ال SBI هي switch virtual interface اللي موجودة في سيسكو سويتش سويتش فيرتشوال ده دي البتاعة اللي اسمها انترفيس بيلان واحد فاكر ده؟ بيقول لك ايه فايدتها ال SBI؟ هي سيسكو كده هي بتسألك على الحاجة دي عشان يعني ممكن تقول لك الانترفيس بيلان واحد ايه فايدتها؟ في اسئله هتجيبها لك كده بس في اسئله ثانيه هتجيبها لك كده تمام طيب ايه الاس بي اي ديت؟ هل بتبروفايد فيرتشوال انترفيس فور ريموت اكسس تو ذا سويتش؟ وهي دي الاجابه طبعا لان فايدتها ايه؟ ايه ليه بدل السويتش اي بي ادرس؟ عشان اقدر اعمل ايه؟ تابلت عشان اقدر اعمل ايه؟ اس اس اتش عن طريق اللي هو ريموت اكسس بس بعد كده نشوف بتادز لاير 4 كونكتيفيتي بتوين في نت لاير 4 وفي نت كلام غريب جدا مش مفهوم فاستر ميثود فور سويتشنج ترافيك يعني بتخلي سويتش اسرع مثلا provides physical interface طبعا اس بي اي دي اختصار دي اختصار ايه فيرتشوال فما تكملش فيزيكال ايه دي فيرتشوال دي تخيليه فاذا اكيد الاجابه هي نمبر ايه 1 اوكي An IPv6 enabled device sends a data packet with a destination address of FF0.8.8. What is the target of this packet? Okay, ده قلنا لازم نحفظه وهو واحد تاني. المالتي كاست اي بي فيرجن 6 ادريسز هما اتنين بس مش زي يعني الاي بي فيرجن 4 عليك تحفظها كتير المفروض تحفظ البرايفت المفروض تحفظ المالتي كاست المفروض تحفظ اللوك باك اللي هو 127.0.0 مش عارف ايه المفروض تحفظ مين كمان اللينك لوك اللي هو 169.154 كلها المفروض تحفظ كتير في الاي بي فيرجن 4 تمام كتير عملنا جدول طويل عليه كده بالارقام بتاعت الاي بي فيرجن 4 لكن الاي بي فيرجن 6 قلت لك مش كتير هتحفظهم هم اربع ارقام في السليوري كاست محتاج تحفظ دبل كولون ودبل كولون واحد ده اللي هو الانون ادريس او اللي هو الديفولت راوت دبل كولون واحد اللي هو اللوك باك وفي المالتي كاست محتاج تحفظ اثنين واحد اللي هو اف اف 02 دبل كولون واحد و اف اف 02 دبل كولون 2 تمام برضه على السبوره كده ساعتها اف اف 02 دبل كولون 1 قلنا ده الاول نوت هو بيوصل لكل الاجهزه اللي شغاله اي بي 6 اف اف 02 دبل كولون 2 ده اسمه اول راوترز اللي هو بيوصل فقط لمين للراوترز فاذا طبعا انا جاوبتها لك كده لان هو انا مش كل الاجهزه الاي بي 6 الا لو كان حاطط لك هنا واحد واكيد كل الاجهزه اللي هي دي الراوترز مش الدي اس بي سيرفرز مش برضه كل الاجهزه اللي موجوده على اللوكال لينك هو كل الاجهزه اللي هي قصده ايه؟ الراوترز ده اف اف 02 دبل فدي حفظ دي حاجه لازم تحفظ الرقمين اللي موجودين عندنا في اي بي فيرجن 6 او الاربعه يعني المفروض تحفظ الاربعه دبل كولون دبل كولون واحد اف اف 02 دبل كولون واحد اف اف 02 دبل كولون 2 Which message delivery option is used when all devices need to receive the same message? سؤال عادي جدا كل اجهزه عايز تبعت لها نفس الرساله يبقى برودكاست ولا مالتي كاست ولا دوبلكس ولا يوني كاست طبعا مش يعني مش معقوله لسه مش عارف اجابه هالسؤال زي دوت كونفيج تي ودوس انتر وراح بيقول لك انفاليد انبوت ديتكتد ات باركر وبيقول لك هنا غلط ليه بقى؟ من غير ما ابص على الاجابات ليه دوت غلط؟ كونفيج تي صح المفروض صح؟ ليه بيقول لي ده غلط؟ في مسافه ما بين لا ما عملتش كده المؤشر ده فانا بنت بره في اليوزر مود تمام انت في اليوزر مود دلوقتي فعمره ما هيبقى منك الامر لازم اكون فين في البريفليج مود اللي هو رمز الايه الشباك يعني
فبقول لك طبعا الاجابه صح. هل المفروض ادخل الامر بالكامل؟ طبعا لا، احنا عندنا اختصارات، مش لازم ادخل الامر بالكامل، مش هو ده المشكله. يبقى الادمنستريتور لازم يخش الاول ايه؟ البريفليج زي كده قبل ما يدي الامر دوت، ولا الادمنستريتور اوريدي في جلوبال كونفيجريشن؟ طبعا لا. ولا الادمنستريتور لازم يخش على الكونسول؟ طبعا برضه لا. تمام، هي الاجابه دي ان انا ما ينفعش اكتب الامر ده لما اكون قدامي هنا رمز الشباك دوت او انا فين في البريفليج. An author is uploading one chapter document from a personal computer to a file server of publisher. What role is a personal computer? مش عارف. جاي حضرتك بتبعت ملف من الجهاز بورد من الجهاز بتاعك لسيرفر، يبقى انت كده ايه؟ كلاينت ولا ترانزيانت ولا ماستر ولا سيرفر ولا سليف؟ طبعا ايه؟ هو قايل لك ان التاني سيرفر، فايل سيرفر، يبقى انت مين؟ سيرفر 2 يعني ولا ايه؟ In an Ethernet network when a device receives a frame of 1200 بايت، what will it do؟ لما يجي لك فريم 1200 بايت، هل بروسس الفريم از ات از هتعامل معاها زي ما هي؟ ولا هبعت ايرور مسج للجهاز اللي بعتها؟ ولا هرميها؟ ولا ازود عليها عشان خاطر اخليها 1518 وبعد كده ابعتها؟ زود عليها؟ لا احنا مش هنوصل 1200. ايوه ايوه، هي 1518 ده الماكسيموم. احنا بنقول الفريم بنحفظه برضه، بنحاول تتحفظ 64 ل 1518. الباص دي ده المينيموم سايز 1015 الماكسيموم سايز، مش معنى كده لازم اعمل الماكسيموم خالص. 1200 حلو امور في النص ما بين 64 و 1518 صح؟ امال الحشو اللي احنا كنا بنقول عليه لما تكون اقل من 64 كنا بنحشي امتى؟ مثلا قبل ما تطلع عندي الجهاز لقيتها 60 لازم احشيها 4 بايت قبل ما تطلع. What will layer 2 switch do when the destination MAC address of a received frame is not in the MAC table? Okay, switch جات له فريم، لا الديستنيشن ماك بتاعها مش موجود عند فريم. هيعمل ايه؟ من غير ما تغير يا جماعه مش هيعمل ايه؟ مش هيعمل ايه؟ ارك؟ لا ارك ده الكمبيوتر ده سويتش عمره ما يعمل. جات لك فريم بصيت في الجدول بتاعك ما لقيتهاش، يبقى هتعمل ايه؟ رعاك الحته دي دايما بتعبط. الارك طبعا اول سؤال بيجي في فكر فيه. الارك هو علاقه ما بين الاي بي والماك. اذا السويتش استحاله يعمل ارك. والله انا نفسي كنت بتلخبط، انا مش فاكر كنت في كورسيكو في يوم من الايام كنت بتلخبط جدا ما بين السويتش والماك ادرس تيبل والارك والارك تيبل. حلو؟ فبالراحه ايه اللي ثبتها في دماغك في الاخر؟ انا فاكر ان الارك علاقه ما بين الاي بي والماك. ثانيه واحده ما تدخلش السويتش الموضوع، هترد بره دماغك على طول خلاص. ما ينفعش تجيب ارك وسويتش في نفس الجمله اصلا. ليه؟ عشان الارك علاقه بين الاي بي والماك والسويتش ملوش علاقه بالاي بي. تقول لي لا ما احنا السويتش ده له اي بي ادرس، ده سويتش سيسكو. انسى بقى، احنا بنتكلم في البيزك خالص. سويتش عادي معاك سويتش تي بي لينك تمام؟ هل له اي بي ولا اي بي؟ ملوش علاقه بالاي بي. وبالتالي عشان اثبت النقطه دي في دماغي، الارك اي بي وماك السويتش مفيش حاجه اسمها اي بي، يبقى اذا ملوش علاقه بالموضوع. طب ايه اللي بيحصل عندنا؟ نرجع نفتكر السويتش بيعمل ايه؟ فاكرين الاكتيفيتي بتاع السويتش بيعمل خمس حاجات: ليرنينج، فلوبينج، فوروردنج، ايجنج، فلترنج. خمس حاجات دول لازم دايما نفتكرهم. وقلنا انه بيتعلم اول ما بيجيله فريم بيبص على السورس ماك ادرس ويتعلم، ولما بيبص على الديستنيشن حاجه من الدنيا يعمل حاجه اسمها فلودنج يا فوروردنج. فلودنج لو ما لقاش ده المثال اللي هو بيقوله هنا، بيعمل حاجه اسمها فلودنج يبعتها لكل البورتات، وده مش برودكاست لان ده اسمه فايلات مش برودكاست. لان انا ما اعرفش فببعتها لكل البورتات وخلاص، لكن الاجهزه اللي هتوصل لها مش هتفتحهم على الجهاز بس اللي هي هتوصله اللي هو صاحبها. تالت حاجه لو طلعت عندي في الجدول عملها حاجه اسمها فوروردنج. اوكي، العمليه الرابعه اللي عملها سويتش ايجنج اللي قلنا الجدول بتاعه اللي هو الماك ادرس تيبل ده كل سطر له عمر، ولو العمر ده انتهى يعني الجهاز بطل يبعت داتا على اساس انت طفيته مثلا هو هيمسحها بعد العمر ده ما ينتهي. واخيرا فلترنج ان انا عمري ابدا ما ارجع داتا الجهاز بعتها. فطبعا لو حد بعت برودكاست او زي المثال ده بعمل فلودنج يعني بعتها كل البورتات ما عدا اللي جت مني، بعتها كل البورتات ما عدا ايه اللي جت مني. يبقى طبعا هنا it forwards the frame out all ports except the port at which the frame was received. ما تجاوبش الاجابه دي، it broadcast the frame out all ports. اولا ده مش برودكاست، وثانيا مش كل الفتحات، هي كل الفتحات ما عدا الفتحه اللي استقبلت عليها. Which term refers to a network that provides secure access to the corporate offices by suppliers, customers, and collaborators? ايه ده شابتر 1؟ سؤال تاني مش شابتر 1، سؤالين هم شابتر 1. Which term يعني تعريف بيوصف شبكه بتديني سكيور اكسس او دخول امن لمين؟ للشركه تمام، كوربريت اوفيس دي اللي هي مكاتب الشركه، بس مين بديل للشركه اللي بنخش؟ مش موظفين الشركه، مين؟ سبلايرز، الناس اللي بيوردوا للشركه، موردين.
كاستمرز اللي عملاء بتوع شركه، كولابوريتورز اللي هم متعاونين او شركاء مع شركه دي. فدي حاجه اسمها اكستندد نت ولا انترنت ولا اكسترا نت ولا انترنت. لو فاكرين كان في تعريف اسمه الاكسترا نت وتعريف اسمه الانترنت. قلنا الانترا نت دي للموظفين بتوع الشركه، الاكسترا نت هي دي اللي هو بيتكلم عليها اللي هي العملاء والناس اللي بره. صحيح شرحت لكم مثال بتاع الصيدليات وبتاع شركات الادويه وازاي ان ده موجود اوريدي في مصر حاجه زي كده. الصيدليات مرتبطه بشبكه بين شركات الادويه الموزعه، مرتبطه بشبكه ثانيه بالمصانع، كل ده مرتبط ببعض. فلو انا موظف في المصنع وبخش على الشبكه دي يبقى دي بالنسبه لي ايه؟ انترنت. تمام؟ لكن لو حد من بره من الموزعين بتوعي ولا من الصيدليات بيخش على الشبكه دي يبقى اسمها ايه؟ اكسترا. هي نفس الشبكه بس حسب انت بتخش عليها ازاي الاسم بتاعها بيفرق. انترا دايما يعني احفظ ده في الانجليزي عشان هيبقى مفيد ليك بعد كده في حاجات كتيره. انترا يعني داخلي واكسترا يعني خارجي. تمام؟ اكستندد. اكستندد مفيش حاجه اسمها اكستندد، هو حاجه اكستندد معناها ممتد ومفيش حاجه اسمها بالاسم الغريب ده. What is the purpose of ICMP messages? Okay, لو حد فاكر ICMP ده اللي هو بتاع To inform routers about network topology changes، يعني فايدة دوت انه يعرف الراوترات لما الشبكة تتغير. To ensure delivery of an IP packet، عشان تتأكد ان في IP packet وصلت. To provide the feedback of IP packet transmission، يعني ايه feedback؟ يعني تعرف ايه اللي حصل لباكيت معينه. تمام؟ ولا to monitor the process of a domain name to IP address، ولا تراقب عمليه انك تترجم الدومين نيم لاي بي ادريس. دومين نيم تو اي بي ادريس ده الدي ان اس. اوكي؟ تعرف الراوترز لما الشبكه تتغير دي الراوتنج بروتوكول. واضح جدا انتم يعني بنقول ان دي اكيد غلط ودي اكيد غلط. يبقى فاضل الاثنين دول، انا شاكك ما بين الاثنين دول. اي واحده منهم بقى؟ هل اتاكد ان الدليفري وصل؟ وفي الحقيقه لا. تمام؟ ولا في فيدباك؟ يعني ايه فيدباك بس عشان تفهم؟ لما انا ببعت اي بي باكيت ويجي لي رد اسمه ديستريشن ان ريتشبل، ده اي سي ام بي. يعني ايه؟ يعني انا بعتها وما وصلتش. طب ليه ما وصلتش؟ الراوتر ما عرفش يوصلها. او يجي لي رد اسمه تايم اكسيدد، فاكرين التي تي ال بتاعنا؟ اللي هو التايم بتاعها خلص، ان انا بعتها بتي تي ال صغيره، فبالتالي بيجي لي رد اسمه ده. هو ده اللي قصدي عليه ايه؟ فيدباك. تمام؟ يعني رد الفعل ايه اللي بيحصل للباكج بتاعتي. زي ما قلنا انا ممكن تجي لي حاجه اسمها ديستريشن او ريتشبل مثلا، دي مشهوره جدا، لما الراوتر ما يعرفش يوصلها. انا ببعتها له والراوتر بيدور عنده في الراوتنج تيبل ويرد عليا يقول لي والله مش عارف اوصلها. اوكي؟ وممكن تجي لك رساله ثانيه اللي اسمها تايم اكسيدد، دول 10 سنتين طبعا. وتايم اكسيدد دي بتحصل لما التي تي ال بيزيد وبيقل، سوري يعني بتقعد تقل تقل لغايه ما يوصل صفر، وبالتالي الراوتر بيضطر يرميها، بس بعد ما يرميها يقوم جاي باعت لك رساله. فده اسمه ايه؟ فيدباك. تمام؟ What three services are provided by the transport layer؟ اوكي، ترانسبورت لاير، سؤال نظري، ايه الخدمات اللي بتقدمها لي؟ طبعا ديت Flow control, encryption of data, bit transmission, data representation, connection establishment, error recovery, path determination. مين في دول بقى؟ تقريبا ثلاثة. Flow control. هل بتشفر الداتا؟ لا. Connection establishment. Connection establishment. فاكرين السيريال هاند تشيك بنقعد نسلم على بعض في ثلاث خطوات. تمام؟ بنفتح سيشن دي اسمها ايه؟ Connection establishment. ايه كمان؟ Error recovery. يعني القطع بتاعتي لو وقعت ولا ضاعت في النص انا ايه اللي بجيبها تاني؟ طبعا. Transport layer. ايه بقى جديد ايه؟ اللي هو تي سي بي. تمام؟ يعني بعد فلو كنترول ما هو ببعت لك الفيديو مثلا زي ما قلنا في المثال بتاع اليوتيوب بتدفق او بسرعه معينه حسب اللي انت تقدر تستحمله، بفتح الكونكشن عن طريق سوي هاند تشيك وبعمل ايرور ريكفري. لو في قطع داتا وقعت بعرف ان هي ايه وقعت. الباقيين طبعا التشفير ملوش علاقه بالطبقه دي. البيت ترانزميشن، بيت يعني صفر وواحد، ده هو الفيزيكال لاير. الداتا يعني ده طبعا وده هو في الحاله الانكربشن. والريبريزنتيشن ده له علاقه بالبريزنتيشن، ده الداتا له علاقه بشكل الداتا، والبرضه له علاقه بيقول لك شكل الداتا. اخيرا باث ديترمينيشن اللي هو تحديد السكه، ده طبعا لاير 3 اللي هي الراوترات اللي هم اللي بيحددوا ايه السكه اللي هنمشي فيها. متفائل جدا ان شاء الله بنتيجه الامتحان بتاعك. في سيستم عشان خاطر الكلام دوت، حتى لو الطبيب كلها قطعت دلوقتي تقدر ترجع تكمل الامتحان تاني. دونت وري.
راجع الاوت سايد صح؟ ماشي هو راجع الاوت سايد بس كل اللي انت عملته بالازرق موجود اهو تمام. اخر سؤال رقم 37 حللناه انسر تمام اهو فلو كنترول كونكشن استابلشمنت وايرور ريكفري كل حاجه سيف مفيش اي مشكله خالص. نخش على السؤال اللي بعده. الانترنت ديفيجن ترانزميشن اوكي از يوزنج يو دي بي وات هابنز وين بارت اوف ذا ترانزميشن از نوت ديليفرد تو ذا ديستنيشن. التلفزيون على الانترنت يستخدم بروتوكول يو دي بي ايه اللي بيحصل لما جزء من الداتا اللي هي بتاع التلفزيون اللي انت بتتفرج عليه دوت ما بيوصلش؟ في مثال انت بتتفرج انت على ماتش كوره على الانترنت في جزء من الداتا ما وصلتش ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. هيكمل عادي مش هيقدر يعدي لك تاني ولا حاجه. فاذا فعلا ذا ترانزميشن كونتينيوز ويزاوت ذا ميسنج بورشن ولا طبعا ببعته لك تاني؟ لا هبعت لك رساله ايرور برضه لا. الجزء اللي ضاع بس هو اللي هيتبعت تاني ولا لا؟ Which two statements correctly describe a router memory pipe and its contents? Hello, for instance, we have this question. That was router router process. كده جاي لك سؤال عليه. اللي هو انواع الميموري الموجوده جوه الراوتر اللي هم تاني روم ورام وان في رام وفلاش اربعه كل واحد جواه ايه؟ والسؤال الثاني اللي سيسكو بيحب تساله قوي هو ترتيب خطوات الراوتر ازاي بيحمل او بيقول في الاول. فاحنا بنتكلم عن انواع الميموري فبيقول لك الروم والفلاش والرام والان في رام والروم طبعا فيهم بس ايه؟ اثنين صح والباقي غلط. فهل الروم دي نون فولاتايل يعني ما بتضرش؟ نون فولاتايل معناها هي ما بتتمسحش هي ما بتتمسحش بس هي طبعا حاجه ثانيه. وستورز راني اكس جواها الاوبريتنج سيستم؟ لا 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 فلاش نون فولاتايل اه ما بتضرش. اند كونتينز ا ليميتد بورشن اوف الاي او اس وفيها نسخه محدوده جدا للاي او اس؟ معلومه الفلاش جواها الاي او اس بالكامل رام از فولاتايل بتطير الرام؟ اه لا الرام بتطير يعني الكهرباء قطعت مفيش رام. وستورز ذا اي بي راوتنج تيبل وجواها راوتنج تيبل؟ اي تيبل مش راوتنج اي تيبل موجود في تمام؟ راوتنج تيبل ارب تيبل بروتوكول تيبل مش عارف مين تيبل كل حاجه في الكلام ده بيبقى موجود في الراب. ام في راب از نون فولاتايل والله ام في اختصار لنون فولاتايل اصلا اكيد صح بس الكلام الباقي ستورز ا فول فيرجن اوف اس برضه غلط. الاي او اس بتاعتك في الفلاش مش في الام في راب از نون فولاتايل ايوه contains basic diagnostic software ايوه ده اللي هو البوست لو فاكرينه برنامج اسمه بي او اس تي او باور اون سنتر قلنا اللي هو زي بيعمل تشيك سريعه زي ما بيحصل في الكمبيوتر بتاعك الكمبيوتر بيقعد يتصفر تي تي لو ما لقاش الرام هو في حاجه زي كده موجوده عندنا جوه ايه الرام يبقى اذا دول بس الاثنين اللي ايه الصح طيب Okay, what is the objective of a network reconnaissance attack? Okay, so I have a security, I have shot 11. A reconnaissance attack in here, I have a stat law. Okay, I'm going to say this one back, or I'm stat law, I'm going to say, what is the objective of a network reconnaissance attack now? Denying access to resources by legitimate users, يعني أمنع أن الناس يخشوا عند الهدف بتاعي؟ لا, في المرحلة دي لا. Unauthorized manipulation of data, يعني هتلاعب في الداتا, برضه لا في المرحله دي خلي بالك انت لسه مثلا ان شاء الله دخلت البنك اصلا ديسكفري اه ديسكفري اند مابينج اوف سيستم طبعا اكيد مش ديسيبلينج سيستمز اور اي اور سيرفيسز. What is a basic characteristic of the IP protocol خاصيه للاي بي بروتوكولز؟ يوزر داتا سيجمنتيشن هل بيقطع الداتا سيجمنتيشن عندنا في الاي بي بروتوكول؟ ريلايبل اند تو اند ديليفري ريلايبل يعني بيضمن لك ال تي سي بي هو ده اللي بيقطع وهو اللي بيضمن كونكشن ليس يعني ما بيفتحش كونكشن ايوه دي صح فعلا بس عشان اتاكد ميديا ديبندنت طب هي هو ميديا اندبندنت يعني ايه ديبندنت وايه ديبندنت؟ معتمد ولا مش معتمد هنا بيقول لك هو معتمد على الميديا يعني ايه يعني الاي بي مثلا ما بيشتغلش غير مع ايثرنت واي فاي لا او مثلا وان لا طبعا لا ده مش صح هو مش معتمد على الميديا خالص اذا ما خدتش غير الكلمه الغريبه دي كونكشن ليس قلنا ساعتها معناها ان ما بفتحش كونكشن انتوا مش هتفهموا قوي لما تشوفوا التي سي بي، شفنا التي سي بي بيعمل حاجه اسمها 3 way handed chain يقعد يسلم الاول، هل الاي بي بيقعد يسلم الاول ولا حاجه؟ مش مسؤوليته، مسؤوليه الايه؟ التي سي بي. وده معنى الكونكشن ان هو لا بيستاذن ولا حاجه قبل ما بيكلم ويبعت الايه؟ الداتا بتاعته. اوكي، refer to the exhibit، اوكي شويه تغير جميله. Network switches configuring access control switches that we wanted and just uses the late which pass. Okay, that's why I'm sure that this would give me a class for the killer. If you have a enable password, enable secret line, console password, login, line, video, password. Okay. We saw it this way. The other hand,
تيرنت هيطلبوا لي باسورد ايه؟ انهي واحده من دول؟ في كذا باسورد. لو انا دخلت كونسول هيقول لي باسورد ايه؟ لو انا دخلت بريفليج مود هيطلب باسورد ايه؟ هو نفس السؤال بيجي لك الامتحان لغايه حتى الامتحان سي سي اي نفسه بس التغيير في النقط دي. طبعا اوكي هنا بيسال على التيرنت لما اخش على التيرنت هيطلب لي تاني باسورد في دول اسمها ايه؟ يبقى ليبل سيكريت هي اللي هتشتغل ساعتها. طبعا هنا هو بيسال على البريفليج مود يا البريفليج مود بيسال على تيرمنت اذا بتبقى اللي هي اللاين بي تي واي. اوكي given اي بي في 6 address prefix 2001 dba double colon slash 48 what will the last subnet that is created if the subnet prefix is slash 2 at slash 52 ايه الكلام الغريب ده احنا ما خدناش في الحقيقه subnetting the IP version 6 فانا مش عارف هو جايبها لك هنا ليه لان هو بنفسه اللي شالها من الكريكولم بس اوكي تعالى نحاول نحلها بالراحه كده ده subnetting في IP version 6 اوكي 2001 دي بي 8 دبل كولون سلاش 48 ولو بقى سلاش 52 بيقول لك ايه هتبقى اخر sub تعالى نحاول نعملها مع بعض اصورهم تعتبر حاجه جديده فاهم اصلا sub فاهم sub ليه اصلا في IP version 6 هو المفروض الوحيد مش معنى كده ما ينفعش الفرق بين الحاجه زي ما قلنا ما بتستخدمش او ما بتعملهاش غالبا او ان هي ممنوعه في العمل ففي عندنا سبنتنج 5 فيرجن 6 اه في سبنتنج 5 زي اللي هو جابه لك اهو السؤال الغريب دوت خلينا اقول يعني هي الفكره ايه؟ ببساطه جدا احنا كنا من شويه لسه بنقول لو انا مثلا معايا ادرس في فيرجن 4 سلاش 24 وبعد كده قطعته بقى سلاش 27 مش ده كده معناه ان انت قطعته ولا لا؟ صح استلفت ثلاثه واتبقى لك مش عارف ايه مش هو ده اللي بيحصل؟ هو اللي بيقول هنا بس انا معايا سلاش 48 وبقيت سلاش كام؟ 52 الارقام اكبر شويه بس هي هي ايه؟ نفس الفكره طب بس برضه يعني هتبقى شكلها ازاي؟ تعال نكتب الرقم الاول 2001 نقطتين دي بي 8 دبل كولون سلاش كام؟ 48 طيب الاول لازم ارجع ده للاصل بتاعه يعني ايه الاصل بتاعه 2001 نقطتين دي بي 8 نقطتين صفر وبعدين دبل كولون يعني ايه 48 معناها ثلاث خلايا دي 16 و16 ودي كمان ايه 16 فاهمين الفكره؟ ده 48 اصلا لو زودت خلايا رابعه هنا عشان لو زودت هنا كده يبقى دي بقت كده سلاش 64 اربع خلايا او اربع خلايا ده 64 بس هو هو قال لي سلاش 48 فاهم جاي برجعها كده بس ايه لاصلها وبعدين بيقول لي هتبقى سلاش 52 يعني ايه سلاش 52 يعني انا 48 هزود كام كده من 48 52 اربعه ده على فكره هو فقط خانه واحده بعد كده يعني هنا هتنزل زي ما هي ودي 8 ب و 001 يبقى 001 ودي بي 8 زي ما هي 0 ده زمان يبقى هو وهنا هاخد خانه واحده بس استلفها حلو؟ هاخد خانه واحده استلفها ولسه معاك هنا ايه؟ دول زي ما هم فهنا بيقول لك لو انا استلفت الخانه دي ايه الاحتمالات بتاعتها؟ في الباينري لو كنا بنقول ما كانش فيه غير 0 او 1 ده مش باينري دي ايه؟ هيجيب نسبه هتبقى من 0 1 2 3 4 5 6 لغايه اف صح؟ بس هي دي الاجابه هو بيسالها كده اخر صب موجوده اذا كان البريفكس بتاعي هيبقى سلاش 52 استلفت انا الجزء دوت وبقت ايه؟ اف كده بهذا الشكل طبعا هتدور عليها هنا هتلاقي ايه؟ 2001 تمام دي بي 8 0 اف اوكي 0 اف 000 ولا 2001 دي بي 8 0 اف 00 اوكي يعني الثلاثة دول هم نفس فاهمين ان هنا الحتة لغاية الاف موجودين ولا هم زي بعض؟ موجودين بس بعد كده اف ثلاث اصفار اف صفرين وهنا اف اعتقد انهي واحدة؟ اخر واحدة هو مش المفروض رايح اصفار عشان هي اول بيت فـ 0 والـ هو نفس الكلام هو بس الفرق في الاصفار هنا كده الاف بس بدون اصفار
الاير فورم ثلاث اصفار اير فورم صفرين. تمام. بس اول واحد هو بيقول لك معنى كده ان انت واخد اخر بت انها لو فكناها هتبقى اربع ثلاث اصفار اف. خلي بالك هو محمد بيقول لك ايه لو كتبت هنا دي هيبقى في ثلاث خانات بعدين صح؟ فهي اف وبعديها هيبقوا ثلاث خانات ايه؟ اصفار. لكن هو لو كتبتها اف كده بس ما بين قوسين يعني ما بين قصدي نقطتين اف دي الفك بتاعها هيطلع ايه؟ زيرو 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 اف. مين الفكره؟ اه فاذا دي اكيد غلط يعني اللي هي فيها اف واحده كده لهذا الشكل لما تلاقي اف دي كده يبقى فكها تبقى ايه؟ ثلاث اصفار اف تبقى دي ما تنفعش. طب دي؟ اه دي صح دي صح. طب ليه مش دي؟ ما هي كده تبقى لو فكناها تبقى زيرو اف زيرو زيرو برضه دي لو فكناها دول ثلاث خانات المفروض تبقى اربعه تبقى زيرو اف زيرو زيرو برضه غلط يبقى اكيد هي. عارف ان السؤال غريب وهو حتى مش جاي في المراجع خليني راجع اتاكد يمكن احنا جرينا فيها ولا حاجه الحته دي بس خليني ارجع للشابتر بتاع السبليتنج والاي دي فيرجن 6 سبليتنج الاي دي فيرجن 6 اوكي وده اللي احنا خدناه الجلوبال يونيكاست ادرس وخدنا السبليتنج عن طريق اللي هي السبليت اي دي وجاب مثال هنا انا فاكر في السبليت اي دي اهو فاكرين هو احنا بيبقى معانا ثلاث خانات والسبليت مفيش سبليت هو مش لسه بقى طبعا عارف السبليت بس انا مجرد بتطلع الرقم ده من اول اربع اصفار لغايه اربع اتفات فبيطلع لك كام سبليت 65536 سبليت فبالتالي ما كناش محتاجين نعمل اي حاجه وجاب لنا مثال بعد كده اهو انا عندي هنا ايه هيجيب لك خمس ست شبكات دلوقتي هيبقوا في الرسمه ديت وبالتالي انا اقدر اقسم براحتي خالص بدون اي قلق هو هيحمل اهو فاكرين؟ 1 2 3 4 5 خمس شبكات لو كنا عايزين نخش فوق كنا قعدنا بقى نقطع وبالعدد اللي جايز قلنا هنا لا مش هنعمل كده قال هو بالسبلتس اللي هاخدهم 1 2 3 4 5 بس هتبقى دي 0 0 0 1 0 0 0 كي 3 4 5 خلص على كده ايه الموضوع وتخش تجني كل انترفيس الاي بي بي 6 ادرس بتاعها وكان باك تريسر بعد كده صح مش راح اوكي مش عارف ايه هو بيسال عليها في الامتحان هبقى ابلغهم يعني هذا الموضوع لان هم شالوها من المنهج فهي مش موجوده عندنا السبريتنج بتاع الكويس بس كويس اديك عرفت يعني القصه بتاعتها ان هي ممكنه تمام الفقرات ما تعملش فوكس هدول بقى لازم اقعد اذاكرها ولا حاجه لا كبر دماغك منها حتى لو جات لك في الامتحان ايه ابقى استعين بصديق اللي هو حد اما تيجي نستعين نستعين السؤال ده بس عشان ده في زول ليك ان هو احنا ما شرحناهوش which statement describes the characteristic of the trace route you built فاهمين trace route بيعمل ايه؟ اللي هو بيتعقب السكه بيطلع لك لسته بالضغط اللي موجوده في النص اللي هي الراوترات it utilizes the ICMP source sequential message اوكي هو في مسج اسمها كده فعلا في البروتوكول اسمه ICMP بس احنا ما درسناهاش بيبعت اربعه ايكو ريكويست مسجز لا it identifies the routers in the pass وهو ده طبعا بيعرف الراوترات اللي موجودين بين السورس والرايت ادمنستريشن it is primarily used to test connectivity لا التست كونكتيفيتي بالبنك اللي هو بيبقى لك التريس اوت مش معمول عشان يتست كونكتيفيتي معمول عشان يطلع لك الراوترات اللي موجودين عندك من السورس حتى الايه؟ الديستنيشن Number 45, a small business user is looking for an ISP connection that provides high speed digital transmission over regular phone lines. يعني عايز سرعة عالية بس على خط التليفون، طبعا أي حاجة تديك سرعة عالية على خط التليفون. سؤال عادي جدا. أوكي. Number 46, in addition to the cable lengths, what two factors could interfere with the communication carried over UTB cables? UTB طبعا اللي هو أشهر أنواع كاميرات الحساب التول عندنا بيأثر فأكيد التول لازم يبقى 100 بت أقل من 100 بت في الحقيقة وإيه تاني بيأثر؟ حجم الشبكة كروس توك سيجنال موديوليشن تكنيك إزاي بنحط السيجنال على الكابل يعني الكتروماجنتيك انترفيرنس أو تداخل الكهرومغناطيسي باك ويردز طبعا إيه من الحاجات ديت اللي هي الكتروماجنتيك انترفيرنس فاكيد اللي هو لو مشيناه جنب التكييف والحاجة التانية في الحقيقة هي إيه؟ كروس توك اللي هو بسببها بنلف كل اثنين مع بعض في اللي من فوق عشان لو سبتهم مفروضين كده الثمانيه هتخش شراطهم في بعض ده اسمه كروس توك ده اسمه ايه؟ كروس توك هو بيسالك ايه اللي بيأثر او بيتدخل في عمليه الكوميونيكيشن؟ اذا السرعه ملهاش دعوه حجم الشبكه ملوش دعوه الاشاره مش عارف ايه دي ما خدهاش اصلا ما لهمش علاقه بالموضوع اوكي دراج اند دروب تاني Batch
attach the description to the terms. Okay, telnet, CLI, GUI, kernel, shell. وده في شابتر 2 لما كنا بنتكلم على الاي او اس لاول مره ومقدمه عليه مش حاجه صعبه تعالى نشوف. Enable the user to interact with the operating system by pointing and clicking. خليك تتعامل مع الاوبريتنج سيستم ان انت بوينت وكليك كده يعني. وده طبعا اسمه الجي اي لو نسيته اختصار لجرافيكال يوزر انترفيس زي ويندوز. قلنا ان احنا السيسكو عندنا ما بتشتغلش جي اي بتشتغل ايه؟ سي ال اي. فالجي اي ده اللي هو كليك ومش عارف ايه ده ما عملناش كده في سيسكو. احنا في سيسكو بنكتب ايه؟ اوامر. The part of the operating system that interfaces with applications and the user, any جزء من الاوبريتنج سيستم بيتعامل مع الابلكيشنز ومع اليوزر ده اللي هو الواجهه بتاعتنا. فين كلمه الواجهه هنا اللي اسمها شيل دي الواجهه بتاعتنا وهي دي اللي في منها نوعين لو فاكرين شابتر 2 في نوعين جي واي وسي ال اي. The part of the OS that interacts directly with the hardware وده اسمه كيرنل تمام ده اللي بيتعامل مباشره مع ايه؟ الهاردوير عندنا. واخيرا users interact with the operating system by typing commands اللي هو بيكتبوا اوامر وده اللي اسمه الاي ال سي ال اي الوحيده اللي ما استخدمتش هي الاي ال تيلنت. اوكي number 48 خجلان من انا تقريبا مش عايز يبقى لنا السؤال تلاقي جدا جواب برضه. اوكي كويس. Match the phases of the front end during the boot process. اوكي كويس عندكم البوت بروسيس زي ما قلنا الراوتر ازاي بيحمل في الاول بقول لك فين المرحله الاولى والثانيه والثالثه. انتر سيت اب بوت نخش السيت اب بوت ولا لوكيت اند لود سيت اي اس بندور بنحمل الاي او اس لوكيت اند لود سيت اب كونفيجريشن بدور وبحمل سيت اب كونفيجريشن ولا اول خطوه ولا ثاني خطوه ولا ثالث بيرفورم ذا بوست اند لود ذا بوت سترايب رو بعمل البوست اللي هو باور سيرف تيست وبعمل البوت سترايب رو طبعا دي اول مرحله بتحصل فيها اللي هم بيكونوا بالرو بعمل البوست اللي هو بي او اس تي بتاكد ان كل حاجه موجوده وبحمل البوت ستراب اكيد بعد كده طبعا هتحمل الايه؟ الاي او اس واكيد بعد الاي او اس هنعمل الكونفجريشن. السيت اب بوت دوت اللي هو لما بيسالنا سؤال لو فاكرين في الراوتر اول ما بيشتغل يقول لي يس ولا نو ده اللي هو اسمه السيت اب بوت اللي هو بيقعد يسالك سؤال اسئله ظريفه كده وبناء عليها يعمل هو الكونفجريشن ده طبعا احنا ما بنحبوش وما بنستخدموش يعني. اوكي What best describes the destination IP version 4 address that is used by multicasting? اللي بيوصف ال destination address اللي بيستخدمه المالتيكاست هو منزوما شوية A single IP multicast address used by all destinations in the group يعني address واحد multicast كل الأجهزة بتستخدمه في جروب معينة ولا IP address بيختلف لكل جهاز ولا جروب address بيبقوا آخر 23 بت نفس السورس IP address ولا 48 بت ادرس بيتحدد ببقيه الارقام اللي في المالتي كاست جروب؟ طبعا اولا 48 ادرس ايه؟ بيقول لك اي بي ادرس في حاجه اسمها 48 ادرس؟ 48 بت ادرس؟ لا اكيد لا. جروب ادرس بيشترك ب 23 بت مع سورس احنا اتكلمنا في حاجه زي كده ايه حاجه غريبه دي 23 بت ايه مش معنى ده ايه الكلام الغريب ده؟ اذا دول دلوقتي بفضل ايه دول؟ هل هو اي بي ادرس واحد بنستخدمه لكل الاجهزه اللي بنبعت لهم ولا كل جهاز ببعت له بستخدم له رقم مختلف؟ طبعا اكيد لو كل جهاز بعت مستخدم رقم مختلف ده اسمه ريكاست هو ده ريكاست يعني لو انت استخدمت رقم مختلف ده اسمه ريكاست مالتي كاست هو رقم واحد كل جهاز بكلمهم بايه؟ برقم واحد اللي هو مشتركين اكيد الاشتراك بتاعنا بيشتركوا في حاجه اسمها مالتي كاست ايه Which keys act as a host key compensator used to interrupt the IOS process؟ يعني حاجة أنا فاكر ده أنهي طلب أنهي زراير من دول تنصهم مع بعض عشان خاطر توقف حاجة بتحصل في الراوتر كنترول شيفت 6 ولا كنترول زد أي طبعا كنترول شيفت 6 تمام لو فاكرين الدوس الثلاثة دول مع بعض عشان توقف أي حاجة بتحصل وكده خلصنا الامتحان أو محمد خلص الامتحان في حاجة كل ده احنا داخلين بقى كده محمد فمحمد كده بيخلص الامتحان خلاص بس نشوف أنا جاي من الثلاثة هيجيب الحلقة جاي كام نعمل سبمت ونشوف هل غلطنا في حاجة Great assessment. تركي غلط مش معقول كل الاجابات صح. للاسف جبت 100% يا محمد. مش جاي من لا براكتس يا محمد براكتس بس. طبعا لو رجعت حليت الامتحان ده في البيت هتلاقي زي ما كان فيه بيجيب لك كل واحده الدرجات اللي جبت فيها ايه موضوع زي الفايل مانجمنت موضوع مش عارف ايه وبرضه حته ثانيه هنا كويسه يعني ممكن تبص على البوينتس بتوزعها ازاي على الاسئله يعني بص هنا نقطتين أربعة ستة وأنا جبت الستة 25 25 متوزعين على موضوع اللي اسمه إيه؟ بروتوكولات صح؟ فاكرين كام سؤال جانا على البروتوكولات؟ والدي سي بي والأي بي والأوس أي مودل طب والطبقة دي طب والأدرس ده طب ومين اللي بيعمل سيجمنتيشن طب مين والله واضح إن ده موضوع مهم جدا مين تاني ست نقط ثمان نقط 11 نقطة أه ده مهم ده الأي بي فيجن 4
ممكن يعني مش لازم يجي لك كده بالظبط، ممكن يزيد شويه ب 15 ولا 20 لان هو في ايه اي عدد حل وفيها ادريسنج البرايفت ادريسنج اللي سال عليها اي حاجه في حاجه زي كده. اربع نقط، نقطتين، ست نقط، 10 نقط بيتكلم على الكونكتيفيتي نتاكد ان الدنيا شغاله اوكي. وبس دي النقط اللي هي الكبيره يعني الباقيين كلهم هتلاقيهم 8 يعني 8 6 4 متوزع طبعا على حاجات كتيره ما اقدرش اقول لك يعني حاجه ايه معينه تمام. فده كده نتيجه ايه الامتحان بتاعنا او بتاع محمد تمام. الامتحان يبقى نفس الاسئله بس اسئله بالظبط هتجيلك كلمه تمام.